نجوم كتير عدوا على النادي الاهلي العظيم وسابوا بصمه وعلامه في ذاكره كل اهلاوي، لكن مش اي نجم قدر يوصل لقلوب الاهلاويه بالشكل ده. ده بقى محتاج عرق وجهد واخلاص وتضحيه وبطولات والقاب وانتماء. ده اللي عمله نجمنا اللي منورنا النهارده، لانه حجز مكان في القلوب بسرعه الصاروخ كده من اول ما قالها صريحه: مش هلعب الا للاهلي، وده حلم حياتي ان انا البس الفانيلا الحمراء. واحد من نجوم الجيل بلا منازع، حقق الكتير جدا، نجم تحب تشوفه، تحب تستمتع بموهبته، لاعب عبقري قدر انه يعزف اجمل الالحان واحلاها في المستطيل الاخضر. الالقاب اللي مع النادي الاهلي بقى هتفضل عايشه في الوجدان طول الزمان، عشان كده هو استحق هتاف المدرج يغني له دائما وابدا: بنحبك يا شحات. منورنا النجم كابتن حسين الشحات، يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، ويعني مش عارف اشكرك ازاي والله على الكلام الجميل ده كله والله، وربنا يخليك ودايما متالق ان شاء الله. انت منورنا ومشرفنا، والحقيقه يا جماعه هذا اللقاء تم الترتيب ليه اليوم، لان احنا ما بنبقاش عارفين هم في اجازات، هم مش في اجازات، مسموح ولا مش مسموح، القصه شكلها ايه. فاخدنا التصريح من النادي الاهلي، فاحنا بقالنا فتره بنحاول مع الكابتن حسين طبعا، لكن الظروف، فيدوب خدنا التصريح النهارده فكلمناه، الراجل قال لك على الرحب والسعه، فبنشكرك الحقيقه على سعه صدرك وعلى سرعه استجابتك كابتن حسين، لانه جمهور قناه النادي الاهلي كمان والجمهور بصفه عامه ليه حق عليك. طبعا يا كابتن، طبعا والله يعني انا مبسوط طبعا ان انا مع حضرتك طبعا، ومحدش يقدر يتاخر النادي الاهلي، ودي قناه النادي الاهلي طبعا، فدي حاجه كبيره، وحضرتك اي حد بيطلع معاك فده شرف كبير لي، فانا مبسوط والله ان انا معاك يا كابتن والله، بعيدا عن اي حاجه. ربنا يخليك، منورنا. الله يخليك. وعايز اقول للناس انه اول لقاء لما كنت في العين وبدا الكلام بقى حسين جاي حسين مش جاي، انا كنت في قناه صدى البلد اللي اتشرفت ان انا قعدت فيها فتره ليست بالقصيره يعني، واتكلمت انا وانت في حوار جميل وصريح على الهوا، والمحت انت ساعتها انك جاي النادي الاهلي. صح. الناس، انت بقالك كام سنه دلوقتي في النادي الاهلي؟ انا دلوقتي ان شاء الله شهر واحد ابقى 6 سنين ان شاء الله. لا ما شاء الله، جريوا ثواني، طاروا طاروا ثواني. كام بطوله؟ دلوقتي حوالي 18 بطوله. 18 بطوله. انا اعلم علم اليقين التضحيه اللي انت قدمتها، وعلى فكره الكلام ده من المسؤولين في العين مش منك انت، قالوا لي حسين ساب فلوس كتير جدا جدا عشان يجي النادي الاهلي، هي قصه عشق؟ طبعا يا كابتن، طبعا والله يعني انا لو عاد بيا الزمن اكيد برضو هعمل نفس اللي عملته تاني، واكيد طبعا طبعا يا كابتن، دي حاجه كبيره، واي لعيب في مصر وفي النادي الاهلي اكيد هيعمل ده يا كابتن، واكيد هيعمل ده كله طول ما هو بيحب النادي وعنده انتماء للنادي، مش اهم حاجه اللي هو الماده وحاجه، لا هو طول ما هو بيحب النادي فاكيد هتعمل ديت. فانا كان عندي يقين ان انا عايز العب في النادي الاهلي، عايز احقق بطولات، عايز اوصل لحاجه معينه، والحمد لله يعني ربنا كرمني وقادر اعمل دوت مع الجيل اللي موجود ده كله، فدي حاجه كبيره جدا. احنا قبل العين كنا في المقصه، انا في المقصه وكان في كلام مع الاهلي، كان في كلام مع الاهلي لحد ما قبل ما اصلا مسافر العين كان كان في كلام، ثم بعدها هم قالوا اصلا يعني هم ساعتها ما كلموني قالوا لي طب اصبر بعد مباراه السوبر، كان ساعتها الاهلي هيلاعب المصري في الامارات في ملعب العين 1-0 في ملعب العين، وليد ازارو كان ساعتها كان في كلام، وكان قالوا لي طب اصبر لحد بعد السوبر، وساعتها العين كان مفيش وقت، وكان فتره خلاص حوالي 3 4 ايام وكده هيفصل وهيقفل قصدي هناك، وكان داخل بساعتها بصراحه بقوه، والناس يعني حابب اشكرهم كلهم جدا جدا. صحيح. جدا كلهم بصراحه يعني من اول الشيخ وشيخ هزاع بن زايد وسيد محمد بن سعلوب وكل الناس بصراحه يعني كل الناس بصراحه يعني محترمين، والناس كلها مؤدبين، وكلهم كانوا شاريني وقالوا لنا انت هتيجي معانا وخلاص. احنا خدنا القرار ان انت هتبقى معانا في اعاره، وخلاص فعلا، والموضوع خلص في يومين. احنا قعدنا سنتين في العين؟ سنه واحده بس. لقيت اعاره 6 شهور، وبعد كده اشتروني، وفي الست شهور الثانيه بعد ما لعبت كاس العالم. كل التالق اللي حصل ده في العين واهداف، وكنت قريب من التسجيل في ريال مدريد وبقيت معشوق الحمد لله لجماهير نادي العين. طبعا الحمد لله. وخلاص والدنيا بقى حلوه ومزهزهه وجميله و100 فل و14 كانت فلوس حلوه والله برضه. طبعا هم ناس جمال هناك كمان. طبعا انت كنت محترم. مقدر تماما جدا جدا جدا، والجمهور كمان يا كابتن لحد قبل ما امشي لحد اخر ماتش ليا وانا مسجل فيه
كانوا دايما بيقولوا، كان مثلا يعني اللي ماسك اللي في الاستاد يقول حسين الشحات، الجمهور يقول ما يمشي ما يمشي الشحات ما يمشي ما يمشي. فهم كانوا عندهم علم بحاجات، هم بصراحه كانوا ما كانش عايزين نمشي، وانا كنت مقدر لهم دي جدا 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 يعني. بس انا كان في اتفاق بيني وفي كابتن محمود الخطيب. مع الكابتن الخطيب نفسه بالظبط. احكي لي بقى شويه. الكواليس ناس ما تعرفهاش. والله بص يا كابتن، يعني انا كان كلمني كذا حد من النادي بصراحه ساعتها وكده، فقلت لهم يا جماعه انا نادي العين اشتراني. كان ساعتها لسه بعد الاعاره، كنت انا خلاص العين اشتراني وانا كنت خلاص بقى جددت وكده، واتفقنا وفعلا خلاص واعلنوا، وانا كمان كنت موجود وكنا مسافرين فتره الاعداد. فكابتن خطيب لقيته بعدها بفتره، لقيته كلمني وكده. فطبعا انت كابتن خطيب اصلا ما بتتصل باي حد. ولا بعد ما اشتروك؟ لا بعد ما اشتروني. بعد ما اشتروني كنا انا في فتره اجازه ورايحين ساعتها فتره الاعداد، فلقيت كابتن خطيب بيكلمني وكده وبيقول لي احنا عايزينك وبتاع. اول كلمه طبعا كابتن شرف لاي حد، اصلا حضرتك بتكلمني الاول، فده انا ده شرف خلاص ليا. فانا ما اقدرش اقول لحضرتك لا. قلت له بس يا كابتن لازم حضرتك تكلم اداره العين لان انا اكيد مش هقدر اقول لهم حاجه، لان هم اصلا لسه مشتريني ولسه بدايه السنه. فديت بس يا كابتن يعني انا توقعي مش هيسيبوني دلوقتي، لان احنا داخلين على كاس العالم. ساعتها كان كاس العالم طبعا. هو كان عايزك من قبل كاس العالم. من قبل كاس العالم. قلت له يا كابتن ده توقعي، بس حضرتك لازم تكلم طبعا النادي، لان انا مش هقدر اكلمهم، دي حاجه ما بينكم هم اللي يقولوا، وانا طبعا مش هقدر. بس انت على طول ابديت الترحيب والموافقه. طبعا. بس فبعد كده بقى فعلا كابتن محمود لقيته بعدها بفتره كلمني وقال لي انا تواصلت مع حد من الاداره وان شاء الله هنوصل لحل، بس بعد كاس العالم زي ما انت قلت. بس احنا مفيش كلام ما بيننا خالص دلوقتي، وانت تركز مع فريقك. سابك خالص للتركيز. قال لي ركز مع فريقك عشان خاطر الناس ما تفتكرش اللي انت. بالظبط كابتن خطيب والله قالها لي كده. قلت له يا كابتن اكيد طبعا، وانا اكيد لازم حتى لو انا همشي وفعلا هاجي الاهلي لازم اكون في اعلى مستوايا عشان خاطر اكون راضي عن نفسي. لو انا مشيت وسبت النادي يبقى انا خلاص انا راضي عن نفسي. جيت بعد كاس العالم على طول ولا لعبت شويه بعد؟ لا بعد كاس العالم. كنت طالب جدا في كاس العالم. الحمد لله. الحمد لله اديت بشكل اكتر من رائع. وصلنا فاينل. ما قلقتش لما الاهلي شويه سكت كده عنك؟ ما قلقتش انه الكلام يتوقف؟ والله يا كابتن، هو انت كابتن محمود الخطيب اصلا قال لك كلمه، فدي خلاص. اكيد مش اللي انت مثلا هتقول لا ده خلاص وبتاع. ده كابتن محمود فهو اللي قال. كنت متخيل يا حسين انه اسمح لي اقول لك حسين طبعا يا كابتن، شرف ليا يا كابتن. يعني خلينا انت واحد من ولادي طبعا يا كابتن. طبعا شرف ليا. كنت متخيل النادي الاهلي يدفع فيك 5 مليون دولار؟ انت اغلى لاعب في تاريخ النادي الاهلي. سيبك بقى من قيمه الدولار كانت كام وبقت كام، لكنه طبعًا. اغلى لاعب في تاريخ النادي الاهلي، والناس ما صدقتش انه يدفع 5 مليون دولار. ساعتها كانوا يوازوا 90 مليون جنيه. انا فاكر كان حوالي 16 كان بقى 15 كان حوالي حاجه 80 90 مليون. ساعتها 90 مليون ده كان رقم رهيب طبعًا جدا. ما طبعًا بالدفاع طبعا طبعا طبعا. كنت متخيل ان ده ممكن النادي الاهلي يعمله؟ بص يا كابتن والله انا كنت شاري النادي. كنت شاري النادي جدا و شاري النادي الاهلي طبعا. نعم. بس انا ما كنتش عارف الارقام هتوصل للدرجه ديت. بس النادي العين كان دافع فيا رقم برضو كبير. نعم. النادي العين كان دافع حوالي 2 مليون و600 مثلا ولا حاجه زي كده بالاعاره بالشراء من المقاصه. ف ما كنتش عارف ليه توصل الارقام ديت، بس هي طبعا وصلت. وبصراحه كابتن الخطيب لما رجعت، اما جيت من العين بعدها باسبوع 10 ايام لقيته ناداني وقعد معايا في المكتب وقال لي اللي انا عايز اقوله لك، اللي انت ما تفكرش بالرقم دوت، لان الرقم دوت هيحط عليك ضغط كبير جدا جدا جدا. نعم. فدوت خلي بالك منها ولازم تبقى عامل حسابك كويس. قلت له يا كابتن اكيد طبعا، وانا مقدر لحضرتك وقفت جنبي وان انت اشتريتني بالرقم دوت، وانا هعمل كل اللي بايدي وبرجلي وكل حاجه عندي عشان خاطر اوصل لاعلى مرحله وعلى العين. العين من الانديه الغنيه في الامارات طبعاً. ما شاء الله. وبالتالي كان عقدك تقيل وكبير. الفوارق كبيره ما بين عقدك في العين وعقدك في النادي الاهلي لما جيت؟ كتير قوي يا كابتن. كتير قوي. كتير كتير. بس برضه ما فكرتش. لا والله يعني كان ساعتها يا كابتن بالظبط عقدي يعني كان من غير ارقام. من غير ارقام. كبير. كبير يعني كان. والفتره اللي انا جيت فيها النادي بعد الضرايب كان مثلا الفرق بيني وبين العقد بالنادي اللي كان موجود بالفتره دي حوالي 4-5 مرات. ياه. والله. 5 اضعاف. وبرضه عشان تيجي النادي الاهلي. في التجديد سمعنا انه جالك عرض سعودي وجالك عرض قطري، يعني اذا كنت انا غلطان قول لي صحح لي يعني. جالي كذا. وانك عرض فكرت شويه وبعد كده برضو اعتقد مكالمه كابتن خطيب حسمت الامر. طبعا احكي. طبعا يعني انا جالي كذا عرض وكده، وهو النادي ما كانش فتح معايا ساعتها التجديد. طبعا انت عارف يا كابتن شهر واحد خلاص تبقى انت من حقك اللي انت تمضي في اي نادي، لان خلاص انت بتبقى فري. فانا ساعتها كان في كذا نادي طبعا بدون ذكر اسماء خالص. نعم. كلموني واتكلموا معايا. كبيره. ف
وانا عارف ان في نادي كان مصمم، كان في كذا اعتقد نادي في السعوديه بالتحديد. نعم فكان في كذا نادي، والمهم اتكلموا معايا بصراحه، وكان في ارقام برضو يعني مش كبيره قوي بس ارقام كانت كويسه، وكانت الدنيا كويسه يعني وكده. فانا قلت لهم، حتى كان ساعتها امير توفيق برضو اخويا كان قاعد معايا بعدها، فقال له بص يا امير، اخوك محمد هو مدير اعمال. قال له بص حسين جاي له كذا عرض، بس احنا الاولويه للنادي الاهلي، انتم موافقين على هتجددوا معانا؟ طبعا حسين دي خلاص نقطه مفيش كلام فيها، مش موافقين قولوا لنا من بدري عشان خاطر نلحق نتوكل على الله، نشوف مصيرنا فين ومستقبلنا فين. بصراحه راح امير قال لك لا احنا طبعا شاريين حسين وموافقين وكل الكلام مقفول. حتى كابتن خطيب ساعتها كلمني وقال لي، قال لي انت مش عايز تجدد؟ قلت له يا كابتن انا مش عايز اجدد، مش هقعد اصلا. زماني خلصت، واول كلمه هقولها يا جماعه انا خلصت في نادي وماشي. تمام. محدش هيلومك. بالظبط. وحتى كابتن سيد برضو اتكلم معايا، سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ برضو عشان ندي كل واحد حقه، اتكلم معايا وقال لي، قلت له يا كابتن انا جاي لي عروض بارقام كبيره. قال لي طب وانت شايف ايه؟ قلت له اللي انت شايفه يا كابتن، اللي انت عايزه والنادي الاهلي عايزه انا معاكم فيه. انا عارف الخلاف كان على حاجه بسيطه يعني، هي كانت على نقطه كده في بند، بس في الاخر النادي الاهلي هو اللي عمل كل حاجه برضه. مش هنقدر نقول لا في الاول والاخر يعني. بس مش فلوس خالص خالص يعني، ما كانش فلوس خالص نقطه الخلاف، ما كانش فلوس خالص يعني. بس فبعد كده طبعا جددت يعني وكده. قدرت بشكل كويس في العقد الجديد؟ الحمد لله. وبقيت مرتاح؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله طبعا. حسين بعد المرحله دي او الفتره دي 6 سنوات ب 18 بطوله، ربنا يزيد ويبارك يا رب ان شاء الله، شايف انه اللي جاي هيبقى اصعب على النادي الاهلي؟ اصعب عليك؟ تعرف جماهير النادي الاهلي ما بتشبعش خالص. جماهير النادي الاهلي تفضل تهتف لك واقول مستواك يقل شويه. ما يعني هم بيحبوا النادي. ما جينا شفنا ما خسرنا السوبر يا كابتن. دي اقرب حاجه يعني. سوبر الافريقي طبعا. يعني انت احنا النادي الاهلي كان اهمال منكم شويه. والله يا كابتن مش هقول لك لا، احنا كنا وحشين. مش هتقول لي لا، احنا كنا وحشين. هي مش اهمال، بس احنا ما كناش موفقين اليوم دوت. ما كنتش مركزين؟ كنت لا مستسهل. والله كنا مركزين يا كابتن. كنت مستسهلين؟ لا لا خالص خالص. طب لعب نادي الزمالك يا كابتن، نادي كبير. حلو. طب ما تقدرش لياقة؟ لا برضه. امال ايه؟ الناس مستغربه. والله والله يا كابتن كمان مره احنا مركزين، كنا مركزين جدا جدا فعلا؟ جدا. حتى في التسخين يا كابتن، انت لو اتفرجت علينا يا كابتن في التسخين، انت هتقول يا كابتن انت شايف التسخين الماتش ده يخلص 3-4 للاهلي. من كتر ما احنا مركزين. احنا مركزين جدا في التسخين يا كابتن. كله بص يا كابتن مطلع اللي عنده، وتكالن ومش عارف ايه في الاستحواذ وكل الحاجات دي والاسبرنتات وكله بص مركز يا كابتن، وشه بيطلع شرار. واول تلت ساعه كنتوا كويسين جدا. الماتش يا كابتن بدا، وبعد كده الجون احنا اتحولنا. من ايه يا كابتن؟ اقول لك ما اعرفش. ما تعرفش؟ ما حدش يعني لحد دلوقتي ما حدش عارف. ما حدش عارف بقى هي كانت ايه. بس احنا فعلا احنا من بعد التسخين حصل حاجه غريبه. من بعد التسخين؟ من بعد التسخين. بس انتوا بداتوا يعني بدانا في الاول ربع ساعه، بعد كده احنا بقينا مغيبين يا كابتن. احنا ما اعرفش بقى ايه اللي حصل والله يعني. مش هقول لك كابتن بعد الجون، ممكن يكون توقعنا اللي احنا خلاص بقى جبنا جون فالدنيا. والزمالك ساعتها حصل مشاكل واتخانقوا مع الحكم وبتاع. ممكن يكون ده توقعنا يعني، ممكن تكون يعني ده ممكن هو توقعنا ان هم هيفكوا فاللي هو بالظبط. حسيته انه خلاص الدنيا ممكن فكت. يعني ممكن ممكن يعني دي مش سبب، بس ده ممكن. بس احنا في الاول والاخر احنا قصرنا طبعا في الماتش. ما سددتش ليه في ضربات؟ لا كنت طلعت، كنت طلعت، كنت خرجت. كنت طلعت. كنت طلعت. بيبقى في الاوقات دي بيبقى نفسك ترجع تاني. اكيد طبعا اكيد. في السوبر المصري صممت انك تسدد. انت كنت بتسدد اصلا ضربات جزاء هايل. كنت في المقصه بسدد. وبعدين ضيعت مره باين في الاهلي. لا هي في الاهلي مره واحده شوت كنا بنلعب طنطا واتصدت ورجعت له وحطيتها جون يعني. هي دي كانت المره الوحيده. ما يعني ماتش بيرمز برضو ضربه جزاء في العارضه. بس في العارضه. بس ما شفتكش تاني يعني، شفتكش في ضربات ترجيح. وحتى ساعتها بقى كل واحد داخل يسدد يا عيني، بقى الناس خايفه عليه يعني. يعني بص يا كابتن، هو في الماتش دوت كنت انا وياسر مصابين يعني، كنا خلاص فعلا محدش. ياسر انا عرفت رجليه شدت عشان كده. وانا كمان كانت رجلي نفس الكلام. وانت تحملت على نفسك. بصراحه هو كان الدور على ياسر مش عليك. لا 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 كان عليا. عليك انت. كان عليا. فانا كان قفشه ساعتها كمان بصراحه يعني، كتر خيره قال لي بص هتشوط. قفشه هتشوط؟ قال لي هتشوط. حتى الشنكار والله فك لي الشراب وشل الشنكار وقال لي بص ادخل. الله. ادخل. والسوليه جالي بصراحه، قال لي بص انا عارف ان انت والله ما قادر، ولا انت ولا ياسر. فعلا بصراحه ده اللي حصل. والله يا كابتن فعلا. قال لي انا عارف انت مش قادر. وقال لي ياسر انا عارف انتوا مش قادرين، بس انت كده كده حسين هتدخل. ربنا رايد هتيجي، يمكن ربنا انت تجيبها. قال لي يمكن ربنا انت يكون رايد اللي انت تجيبها. وشناوي صداع بعدها ونكسب.
يا سلام. والله يا كابتن ده حصل. السوليه نفس الكلام اللي قاله لي. ده قاله لي وقفشه بصراحه قال لي عن الشنكار. وبص انا اصلا انا مش والله حاجه جميله كابتن. طبعا جميل. طبعا نعم. طبعا السوليه يعني عندك شناوي وعندك طبعا اللعيبه كلها يا كابتن. نعم. والله في اللي هي في الحته اللي هي برضه الاثنين مع بعض بالظبط. حتى الشناوي قال لي خلاص وان شاء الله هنكسب. احنا اللي كانت بعدها على طول كانت شيكابالا. لا كانت عمر جابر اللي هي ضاعت. عمر جابر اللي بعدها هي كانت اخر واحده انا شوت وبعد كده عمر جابر ضيع. ايوه صح ده شيكابالا اللي كملنا بناء عليه. بس كابتن انت سددته بعدها عمر جابر. بس بالمناسبه كابتن والله والله كمان مره احنا كلنا كان عندنا يقين بالله اللي احنا هنكسب فعلا. حتى في اخر ضربه بتاعت شيكابالا وهو داخل ولو سجلها هنخسر. احنا كنا كلنا مع بعض جماعه ما نسيبش ايد بعض ان شاء الله هنكسب. انك فكرت تفكيرين شويه حصل لك نوع من انواع اللي هو الانتظار شويه والله كابتن. بص هو مصطفى هيزعل مني دلوقتي. مصطفى مين شوبير؟ ليه؟ لان انا وشوبير كنا بنتكلم قبل الماتش. قال لي لو جات لك كده حاول تحطها في القريبه. وانا قلت له خلاص انا القرار الاولاني احطها في القريبه. ده قال لك امتى؟ قبل الماتش. واحنا نازلين خلاص بعد ما قرينا الفتحه واحنا خلاص نازلين. والله ده بعد التسخين. حتى ياسر ابراهيم كان واقف جنبي وعمال يقول لي. فقال لي طب خلاص اسمع كلامه. قلت له خلاص ماشي. اول قرار هاخده شوبير احطه في القريب. في القريب ده كان اول قرار انا فعلا هعمله. انا جت في الماتش عواد وهو طالع. انا قلت احطها بسرعه خلاص. لا برضه كنا عارفين برضه اللي احنا مش هنروح عشان احنا تعبنا الماتش ده اكتر من ماتش السوبر. حسيتوا ان انتوا رديتوا اعتباركم بالاداء وبالنتيجه؟ طبعا يا كابتن. بس تحبوا تكسبوا في الماتش نفسه؟ ما تحبوش تكسبوا بضربات الترجيع؟ طبعا احنا كان نفسنا نكسب في الماتش. واديك شفت يا كابتن احنا ضيعنا كتير الماتش ده. ضيعنا كتير. الشوط الاولاني اربع فرص على الاقل. كورتين في العارضه. والشوط الثاني نفس الكلام والثالث والرابع. حتى في كور كمان جت على كذا كوره لامام يشوطها على ال 18. الكور دي لقطت اتعادلت كذا مره. جون. بالظبط. بس هي ما كانتش عايزه. انا دايما بقول لهم كره امام دي فرصه بس ما حدش بياخد باله. بالظبط اللي هي الشوطه بتاعت امام دي ما فيهاش هزار يعني. لان امام بسم الله ما شاء الله رجله كمان مظبوطه. صحيح. فدي يعني لو اتعادل كذا مره لامام لا اجوان. نعم. اجوان كلها. نعم. انا بفكر حضراتكم بالهاشتاج النهارده توجه سؤالك للكابتن حسين الشحات لان احنا هناخد الاسئله في وسط الحلقه مش في الاخر. وكمان احنا حاطين على الصفحات في شويه اسئله كده جاوبونا عليها عشان النهارده السهره تحلى مع كابتن حسين الشحات اللي منورنا ومشرفنا. طيب خلينا نخرج من الزمالك والفوز اللي جاب لكم الثقه. المباراه بالنسبه لك انت بتشكل تحدي. العين الاماراتي انت لعبت في العين الاماراتي وليك ذكريات جميله جدا هناك. ومعانا رساله من احد زملائك هوريها لك بالفيديو دلوقتي من هناك هتعرفه ولا لا. فجينا على العين خدنا الثقه ماتش الزمالك ادانا الثقه. جينا بقى على العين ايه اللي حصل؟ لانه حصل ماتش سيراميكا الاهلي سيء بس فاز. ماتش الزمالك الاهلي معظم المباراه افضل بس ما جابش جوان. جينا بقى على العين في القاهره. احكي لي من ساعه ما شفت منظر الاستاد، ساعه ما شفت الجمهور، من ساعه ما شفت الهتافات، من ساعه ما شفت الاصرار عند الجميع المنظومه سواء كانت اعلاميه او اداريه او جماهيريه ان الاهلي يفوز بهذا اللقب وبهذا اللقاء. والله طبعا يا كابتن يعني الاول تحياتي طبعا لنادي العين وجمهور نادي العين. قابلتهم ازاي؟ نادي العين والناس دي كلها طبعا يعني. خالد عيسى كان معاك؟ خالد عيسى طبعا. يحيى نادر كان معاك؟ ويحيى وبرمان. كان كذا لعيب، في لعيبه كتير يعني وكده. فطبعا يعني بديهم التحيه ويعني عملوا طبعا يعني مباراه. بس احنا طبعا كنا احنا احسن ويعني كنا صحيح. مركزين كتير جدا جدا جدا. ويمكن احنا من اول دقيقه كمان يعني في اول 10 دقايق مضيعين ثلاث جوان. من اول خمس دقايق كابتن جالنا كورنر بالظبط واثنين كورنر. وكانت الدنيا كانت كويسه جدا معانا. فاحنا كنا مركزين جدا من قبلها بكام يوم مركزين. للعين فريق كبير وبطل اسيا. فانت بتلعب دلوقتي بطل افريقيا مع بطل اسيا. على بطوله ثالثه خالص. صحيح. ودي حاجه كبيره جدا وكانت اول مره تحصل. واول مره تحصل. وعايزين نحققها في تاريخ النادي. ايوه صحيح. فانت كلامك كابتن دلوقتي بالظبط. الناس يا كابتن اللي هي بتقولها في تاريخ النادي، في تاريخ طبعا كل لعيب في الاول. فانت نازل من اول دقيقه يا كابتن شايف الجمهور. الجمهور اصلا احنا شايفينه من واحنا رايحين الاستاد الاول شايفين. اصلا طبعا. الصور وحاجات بتحسه. كتير طبعا يا كابتن. واهلي يعني اهلي كان هناك وكلنا كل واحد بتفتحوا الموبايلات وكده بتبقى معاكم بتشوفوا الدنيا عامله ازاي ولا خلاص بقى قبل الماتش بشويه طبعا كل واحد بيقفل تليفونه وكل حاجه. بس انا طبعا يعني انا والدتي وزوجتي بكلمهم قبل الماتش على طول واولادي. ربنا يبارك لك فيها. وعلى فكره يا جماعه من اهم اسباب توفيق ربنا لحسين الشحات هذا البر الغير عادي بالاسره. طبعا بصراحه يعني انا بسعد جدا لما بشوف والدته ربنا يديها رب الصحه يا رب وسعادته واخوه مدير اعماله واخواته بشكل عام
واسرته وابنائه وزوجته، فربنا يبارك لك يا رب، وطول ما انت على كده ربنا هيدي لك بزياده. اللهم امين يا رب ان شاء الله كابتن بيزيد. كمل. فبكلمهم طبعا فبطمن عليهم دخلته لسه ولا لا، طيب ادعوا لي بقى ان شاء الله عشان انا داخل الماتش خلاص والكلام ده كله. فكلمهم طبعا هم بيبعتوا ساعات ايه، بقول لهم طب صوروا كده المنظر. فما بيبعتوا المنظر، المنظر طبعا كان يخض طبعا. انا حتى نزلت الماتش دوت قبل الماتش وبتاع، فقلت عشان اقابل برضو زمايلي بتوع العين وبتاع واسلم عليهم قبل الماتش، قابلت سفيان رحيمي وبندر وناس كتير من اللي انا اعرفهم قبل. نعم. فقابلتهم فالمنظر يا كابتن انا شايف المنظر، انا جسمي اشعر فعلا، جسم والله جسمي اشعر فعلا، مع انك متعود كان في الترجي قبلها بشويه وكان في الوداد قبلها بشويه وكان في وكان في، لكن ده كان ليه خصوصيه طبعا، خصوصيات كتير كمان يا كابتن، بطوله جديده زي ما بقول لك وتحدي جديد، فانت حاجه عايز تحققها عايز تحققها، وبطوله مركز اول من الفيفا كمان، فدي طبعا بطوله كبيره جدا طبعا. فاحنا ده كان تركيزنا، لا احنا لازم نكسب النهارده بكل الاشكال. فاحنا من اول دقيقه نازلين ضغط 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 اضغط، ده اللي حصل فعلا. حتى احنا نادي العين كنا بنشوفه طبعا في الماتشات وحتى الفيديوهات، لا كان مختلف. احنا نزلنا ما خلناهمش يخدوا نفسهم من اول دقيقه، ده اللي كان حاصل من كل لعيب. لا وبصراحه يعني كان مستر كولر وكابتن سامي والجهاز كله كان مركزين على حاجات معينه هم بيعملوها لازم نعملها ونقفل المفاتيح. مفاتيح اللعب بتاعتهم لازم قريتوهم كويس، ذاكرتوهم جدا كويس جدا جدا. فاحنا كنا عارفين هم هيلعبوا ازاي وهيعملوا ازاي، فدي قدرنا ان احنا نقفلها وان احنا نعملها، وده اللي حصل من اول دقيقه. حسيت يومها انه التركيز في اعلى صوره وايضا التوفيق بتاع ربنا في اعلى صوره معاكم؟ طبعا طبعا يا كابتن طبعا، يعني احنا حتى من كتر ما احنا مركزين وان احنا عايزين نكسب الجول الاولاني جه ازاي يا كابتن؟ احنا احنا شفت احنا كنا ضاغطين يا كابتن، انا على المستوى الشخصي ما حسيتش بغربه خالص خالص، لان اللعيبه طبعا انت في بعضهم عارفهم وكده، بس في النادي الاهلي ما بتحسش بدي، لان بصراحه الناس كلها مع بعض كلهم محترمين، وانت اول ما بتدخل خلاص كله بيسلم عليك تعالى اهلا 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 الكلام ده كله كده. فانت دلوقتي انت اكنك داخل بيتك، فانت كله بيرحب بيك تعالى 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 انت واحد معانا خلاص مننا. على طول على طول بسرعه خلاص بسرعه، لان انت تعرف النادي الاهلي يا كابتن انت بتيجي هوب يلا عندك بطوله مش ماتش، لا يلا عندك بطوله صح. صحيح. فانت ما فيش وقت ما تلحقش فيلا يلا يلا بتدخل خلاص بيتك. امام نفس اللي حصل، امام اول ما جه احكي لي احكي لي اول يوم لامام، امام اول مين كان في استقباله دخل اوضه اللبس ازاي، خاصه انه كان دخل بمشكله شويه طبعا يعني. طبعا طبعا بس هو امام بصراحه كابتن يعني من اللعيبه الرجاله والجدعه جدا، وعلى المستوى الشخصي كمان انا عمل معايا كده يعني كذا حاجه ساعه حر الكسر بتاع وشي وهو كان اول واحد في المستشفى وجاب لي هدوم من بيته لا والله 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 من بيته هو ما كانش بيروح اصلا كابتن، كان بيفضل والله فضل قاعد معايا وجاب سحور للناس اللي كانت موجوده كلها، كنا في رمضان صح في رمضان وبص يعني ده كريم بقى بيفك الكيس لا لا جدع لا جدع والله جدع. مين 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 كريم مين مين اكتر الناس؟ لا كتير كله يا كابتن بصراحه اللعيبه، لا والله اللعيبه كلها والله يا كابتن بجد والله اللعيبه كلها. مين اللي ماسك شويه؟ رامي ربيع بيقولوا شويه الشناوي مش انا اللي قلت يا رامي لا والله هو اللعيبه بصراحه كابتن يعني ما فيش حد بيطلب حاجه من حد الا لما بتحصل له يعني، حتى رامي مجني يقول لك مثلا يجي نفضل نقول له مثلا كده يا رامي ده انت ناشي وبتاع، يقول لك انت طلبت مني حاجه وما جبتلكش، هو على طول هو ده رده يا كابتن بصراحه بس يعني ما بيجيبش، يقول لك اطلب مني يقول لك اطلب مني يقول لك يقول لك اطلب مني وانا هجيب لك اللي انت عايزه. طيب قول لي بقى اليوم الاولاني لامام، خاصه انا اول مره بقول الكلام ده اول مره اقول القصه المتداوله عنه في اهل مدينه نصر لما كان مع فريق زمالك الشباب، انا ايه نلت من الحب جانب وانا مش عارف ليه، لان انا كنت بصيت امام على طول لما فرجاني مشي فانا جمهور الزمالك قال لهم بصوا على ده هيكسر الدنيا، بص على ده بصيته لان هو لعيب جيد جدا، فانا الحقيقه زعلت جدا ان هم كان بقى شويه ولاد صغيرين وبتاع. وهو الحقيقه بعد فتره اول مره احكي بعد فتره بدا يبعت لي، انا كنت زعلان يعني كنت زعلان لانه مشكلة. زعلان جدا مش متخيل يعني عارف انا ببص لهم كلهم كولادي يعني مصطفى طبعًا. اصلا بيحبه طبعًا. كمان بالزبط. يعني ففضلت ما ردش ما ردش ما ردش، وبعدين لقيته عزمني على جوازه فقلت لا تبقى قله ذوق مني بقى لسه ما كانش جاي الاهلي يعني، فقلت تبقى قله ذوق مني ان انا ما رد، اعتذر لي بعت لي كذا مره يعتذر وانا ما بردش يعني، فعزمني على جوازه فقلت تبقى قله ذوق مني ان انا ما ردش عليه، فرديت عليه باركت له وكان عمل موقف كده، فانا موقف انساني جميل فقلت له كده يا ابني عفى الله عما سلف، انا مش فاكر ايه، قلت له عفى الله عما سلف يا امام موقفك ده بالنسبه لي ده موقف انساني يعني قفل. فالحاجات الشخصيه بالنسبه لي خلاص مع عزومتي على جواز، بس انا كان عندي برنامج فباركت له قلت له الف مليون مبروك وان شاء الله
بالرفاء والبنين وباركت له يعني، وبدات من جوايا اصفى خالص يعني. وبعدين لما بدا يظهر في برامج ويتكلم على النادي الاهلي بشكل كويس، انا من النوع اللي عندي الحاسه شويه، فبدات اسال في النادي الاهلي. والله يا حسين بدات اسال في النادي الاهلي يا جماعه في حاجه مع امام؟ فانا بقى اللي هو اللي اقرب واحد امام ازاي فين مين؟ لا يا راجل ما ينفع. الى ان فوجئنا، فكنت من اول المهنئين ليه الحقيقه، وما كنتش اتعاملت معاه يعني. فحسيت انه ولد جميل وابيض من جوه جدا جداً, جدا بسرعه دخل في وسط النادي الاهلي جدا يا كابتن. من اول يوم اللعيبه كلها مرحبه بيه على امام، مفيش اي حاجه، ما حدش حتى اتكلم معاه في اي مشكله ولا اي حاجه خالص خالص خالص. كله كان مرحب بيه، تعالى امام بيتك واتفضل وتعالى مفيش اي مشكله وانت معانا واحد من الفرقه خلاص يعني. مش خد على الجو بسرعه، خد على الجو بسرعه طبعا. هو كان لسه مصاب عشان هو كان عنده ساعتها مظبوط كان راجع وجيب اتعالج شويه مره وتاهل يعني. وبعد كده دخل مع الفرقه وضرب نوزه ما بنضرب اي لعيب، خد العلقه، خد العلقه الجميله. مين اللي ايده تقيله في العلقه دي؟ مين اكتر هتبقى ايده؟ ياسر ابراهيم. ياسر ما حدش يهزر معاه. لا والله ما حدش يهزر، ما حدش بيهزر معاه يا كابتن. ممنوع، ممنوع في اي حاجه خالص، ممنوع. وكان علي لطفي برضه لما بيمشي كان بيضرب، كانت كف ايده تقيل، كان في ايده تقيل. في كذا لعيب، ورامي، رامي برضه في كذا لعيب بصراحه بيضرب، والسوليه بيفضل يضرب برضه السوليه جميل. انا بحب السوليه، كل لعيبه حاجه جميله ومحترمه جدا جدا جدا. بس ف رحبنا بيه يا كابتن ونزل معانا ويلا سافرنا ساعتها النمسا معسكر الاولاني، معسكر وهجي لعب معانا الاول ماتش اللي هو السوبر اللي احنا خسرناه. ايه حكايتكم مع السوبر الافريقي؟ يعني مباراتين في المتناول مع احترام للمنافسين يعني، لكن في المتناول بحكم الاهلي وامكانيات النادي الاهلي، لكنه هل في مشكله بتبقوا لسه طالعين من فتره اعداد، لسه ما جهزتوش كويس، ما ركزتوش كويس، ما عشتوش في المباريات بشكل كويس؟ والله يا كابتن بص، يعني هو السنه اللي فاتت احنا خسرنا، كان ده كان اول ماتش نلعبه مظبوط اتحاد العاصمه. السنه دي كنا لاعبين ماتشين، كنا لاعبين ماتشين وكنا ماتشين كويسين جدا أوي. فيهم كنا كويسين جدا فيهم، فكان كله متوقع كان كله متوقع ان احنا لا هنكسب الزمالك والكلام ده كله طبعا مع احترام نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك طبعا. فكان كله متوقع ان احنا هنكسب الزمالك واحنا كنا مركزين ان احنا عايزين نكسب. بس انا زي ما قلت لك اللي حصل فيها دي الله اعلم يعني. احنا كملنا احنا قصرنا، اذا ربنا اكرمكم كسبتوا افريقيا السنه دي مش هتفرطوا في الشهر باذن الله اكيد. ما مش هينفع بقى نكسرها بقى تاني. خليني بقى اسالك عن امبارح، وجود المسلوسي، وجود مهند لاشين، وانا الحقيقه زعت، والروح الجميله اللي موجوده بينكم، اعتقد لو زيزو كمان كنت هتبقوا كلكم ملمومين حواليه عشان اصابته. احكي لي شويه عن الاجواء والروح دي يا حسين. والله يا كابتن بص، احنا ما فيش اي لعيب في الاول والاخر بيكره بعض ولا اي حاجه، لا احنا في الاول والاخر احنا زمايل واصحاب. الملعب بيبقى فيه شده وممكن تزعل تتخانق، انا في الاول والاخر انا عايز فريق يكسب، هو عايز فريقه يكسب، فبتبقى شده كلها. بس في الاول والاخر يعني عادي ما فيش اي مشكله، الدنيا سلسه بالظبط خالص جميله. والناس محترمه كلها وما فيش اي حاجه. والمسلوسي بصراحه من احسن اللعيبه من السنه اللي فاتت بصراحه، ماشي طبعًا كويس جدا طبعًا مع الزمالك، ادم جميل جدا ومن الشخصيات الجميله كابتن المحترمه. ومهند لاشين وكان مهند عامل سيزون هايل بالظبط جدا جدا السنه اللي فاتت كابتن، بسم الله ما شاء الله يعني. اللعيبه كلها كانت على اعلى مستوى والناس كلها محترمه، فدي كانت حاجه كبيره جدا يعني. فكان نفسي الناس كلها تبقى موجوده يعني، منعم وزيزو كانوا موجودين، فكانت تبقى حاجه كويسه يعني. تعالى نروح للقطه بقى، لانه تعالى لي بقى شويه، سيبك من الصوره دي كلها وبعدين تعالى لي، تعالى لي شويه عشان ايه؟ ايه اللي حصل؟ يعني انا احكي لك اللي حصل بالظبط مني ومن زميلنا العزيز ابو المعاطي زكي حسب ما بعت لي يعني. انا قعدت في الصف الاولاني، لقيت ورايا الشيبي، فسلمت عليه وبوسته وحضنته، لقيته حد شديد الادب والاحترام، فقلت له انت جميل وانت ايه وبتاع وكده، لقيته راجل جميل جدا، فقلت له مش عايزين بقى مشاكل، مش عايزين حاجات، مش عايزين ايه، والدنيا حلوه والدنيا، لقيته جميل ومستجيب جدا. وبعدين بعد شويه والحفله بقى ايه بتخلص خلاص يعني، فلقيت مهند لاشين، فقلت له مهند هات لي شيبي عشان انا عايز اخلص دلوقتي موضوع مع حسين. انا عارف ان انت طيب جدا الحمد لله، عايز اخلص دلوقتي موضوع مع حسين. قال لي والله يا كابتن فرصه. طيب ناديلي على الشيبي، فقعدنا احنا الاثنين ندور، فلقيت كنتوا الاثنين فوق وبتبوسوا بعض. بعت لي صديقنا العزيز ابو المعاطي زكي، قال لي انه اتكلم والشيبي راح له مش عارف ايه، وهزروا وعملوا وخلوا وسووا، فهو طرح مبادره، فقال له انا ما عنديش مانع. وبعدين ما علمته انه اخوك محمد كان ليه دور مهم جدا. احكي لي بقى، احكي لي القصه جت ازاي، مين من اللعيبه اتكلم
محمد كان دوره ايه؟ اي حد من الزملاء؟ والله يا كابتن بص انا هحكي لك، هي كانت قبلها قبل الحفله بخمس ست ساعات كان حصل موقف. ايوه دي كانت حاجه كده بدايتها يعني. يعني كانت حاجه من عند ربنا يعني، ده اللي محدش يعرفه بقى. انا كنت رايح عند اسلام سعد. طبعا كله عارفه، راجل محترم والراجل صاحبنا بصراحه، والراجل تمام. دايما معانا في كل حاجه. فكنت انا هناك اول ما دخلت كان مهند لاشين جوه كويس، فكان بيسيب بدا، فدخلت سلمته، ده قال لي ده احنا لسه كنا في سيرتك. فبقول له في ايه؟ قال لي ده بيقول لي، فاسلام بيقول لي ده مهند بيقول لي الشيب الكلام ده، والله والله ده حصل لوحدها قبل الحفله ومحدش يعرف حاجه. تمام. فبيقول لي ده الشيبي، هان مهند بيقول له الشيبي عايز يجي لك. الشيبي عايز يجي لك انت؟ عايز يجي لك عشان البدله يعني وكده. سوري. فراح قال له فانا لما دخلت فاسلام بيقول لي ده هو بيقول لي كذا، انت عندك مشكله؟ قلت له لا خالص، الراجل يا باشا يجي ومفيش اي مشكله خالص ما بيني، عادي. انا موجود وهو موجود، اكيد مفيش حاجه هتحصل يعني، مفيش اي مشكله. وفي العادي ده في الاول والاخر ده شغلك كويس، ودي حاجه انا ما اقدرش اقول لك لا فيها. تمام. فاسلام بيقول لي والله انت محترم. انا قلت انت ما قلت له لا يا باشا ده شغلك، انا في الاول والاخر انا ما اقدرش اقول لك مين يجي لك هنا ومين يجيش. جميل. في الاخر دي حاجه بتاعتك انت. حلو. بس فخلصنا وانا ما شفتوش بصراحه، ما اعرفش بقى جه ولا لا. فانا خلصت ومهند مشي وانا مشيت وسام كان جه، وقعدت انا وسام شويه ومشينا وخلصنا. رحنا الحفله فهو كان هناك. انا بحكي لك بالظبط اللي حاصل كل حاجه. فحتى في ما هو طلع قبليا مظبوط. فانت سقفت في حضرتك. انا سقفت، انا ما عنديش، انا اي حد كان بيطلع من افضل باكرات في مصر من فتره قلت محمد الشيبي، لان الراجل ارقاما والراجل ماشي كويس وكل حاجه بعيدا عن اي مشكله. انا ماليش دعوه يعني، انا كده كده انت في مشكله مفيش مشكله. جميل. ده اللي انا بقوله باختصار بالظبط اللي حصل. فدي حاجه مالهاش علاقه بالمشكله ولا اي حاجه. حلو. فحتى ما طلع فانا سقفت، فحتى مش عارف مين كان بعيد من ورا، فبيقول ده حسين بيسقف جنب. انا بسقف اي حد طلع بسقف. الناس كلها جايه تتكرم. نعم. يعني في الاول والاخر كل الناس اللي كانت موجوده كلها بتتكرم. انا مش هسقف لواحد ليه مثلا معين ولا اي حاجه، ما عنديش اي مشكله مع اي حد خالص. فسقفت وبعد كده طلعت ومفيش اي مشكله، حتى سلمت لحضرتك ساعتها وطلعت ومفيش اي مشكله. فبعدها اما في الصوره الجماعيه فاحنا واقفين، فمهند جه ومسلوسي جه، فهو طبعا كان واقف لوحده. فانا كنت عايز اروح اسلم فعلا، لان احنا كلنا واقفين مفيش اي مشكله. فحتى مصطفى انا بتكلم انا وهو، قال لي فراح قال لي انا معاك، بس في نفس الوقت ممكن ما يرضاش يسلم وفي كاميرات، فمش عارف عمل لي كده. فراح محمد اخويا راح جه راح قال لي روح سلم عليه. فقلت له انا ما عنديش مشكله، بس هو لسه انا ومصطفى بنتكلم اصلا في الموضوع. فخايف اروح. مصطفى قال لي انه نادى على اخوك محمد او كده. ما هو نادى على محمد. فهو بالظبط انا بحكي لك اللي حصل. فراح جه راح محمد قال لي طب روح سلم عليه، انا سلمت عليه ومفيش اي مشكله. قلت له محمد انا ما عنديش مشكله، بس انا خايف يكسفني، هتبقى شكلها وحش. ايوه. فشوبير قال له صح. فروح انت محمد شوف واساله النبض. لو تمام تمام. حلو. مش تمام خلاص احنا واقفين ومفيش اي مشكله. تمام. راح محمد راح له راح قال له حسين هيجي في يسلم عليك في مشكله؟ بالظبط ده محمد اخويا اللي عمله بالظبط. قال له في حسين هيجي يسلم عليك في مشكله؟ قال له لا مفيش مشكله خالص والله وخلاص وعادي، انا سلمت عليك ومفيش اي مشكله وبتاع. محمد راح جينا داني حتى كان مصطفى جنبي. قال لي تعالى سلم عليه وبتاع. بس وسلمت عليه واعتذرت له. جت اللقطه دي. هي جت اللقطه دي. كررت الاعتذار تاني؟ اعتذرت له. طبعا فعلا. طبعا. كابتن بص يا كابتن انا يعني عشان نقفل برضو الموضوع. ايوه يا ريت. اما الواحد بيبقى غلطان ما ينفعش يا كابتن اللي هو مش غلطان. وانا طلعت كذا مره وقلت انا غلطان. وخلاص والموضوع خلاص خلص. وانا اعتذرت له كذا مره واعتذرت طبعا لوالدته. حلو. الست المحترمه اللي هي ما كانتش تستحق اللي انا عملته. نعم. فدي انا ما اقدرش خلاص اتكلم في الموضوع تاني، وانا اعتذرت له امبارح والموضوع وخلاص يعني. وعلى فكره هو بني ادم جميل جدا. انا عارف يا كابتن، انا قلت له برضه امبارح. من امبارح رحت له تاني؟ لا امبارح يعني ساعات خلاص الموضوع انتهى يعني انتهى الامر كده بالظبط. الموضوع انتهى يعني. انت شفت لما النوايا خلصت وكانت النية سليمه امبارح الموضوع انتهى بالظبط. لا كنا محتاجين ده من بدري. من بدري طبعا يعني. من بدري. انا عايز اقول لك بقى برضه اول مره على الهواء، اول مره انا كلمت استاذ عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز من فتره، كلمت صديق العزيز مصطفى طنطاوي المدير المركز الاعلامي من فتره برضو، وقلت لهم وما كنتش كلمتك، قلت لهم انا هاخد حسين واروح للشيبي. وبصراحه كانوا مرحبين جدا 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 الى اقصى درجه، قالوا لي يا كابتن والله يا ريت نخلص من الفيلم ومن الحدوته ومن الدوشه دي كلها. بعدين ما علمت ان في ناس كبار تدخلت في الموضوع، فقلت خلاص طالما الكبار تدخلوا. بس حصل معرفش ايه العقربه اللي حصلت. كان في ناس برضو يا كابتن يعني بدون ذكر اسماء كانت كبيره ودخلت في الموضوع وكانت عايز تحل الموضوع بصراحه، ودي كانت اخر حاجه يعني. نعم. وبعد كده ما حصل ما حصل حصل معرفش حصل ايه بصراحه، فالموضوع وقف. وبرضو شهاده برضو كان كابتن اسامه الملاح ده الوكيل كان بتاعي اللي كان مدين العين،
وكان وكيله كان كريم بلك، كان برضو كان نعم في الموضوع، وكنت انا بتكلم انا وهو واسلام، احنا الثلاثه كنا بنتكلم وهو كان بيكلمه بصراحه، نعم ورضا سليم يعني برضو يعني الموضوع برضو رضا يا كابتن، رضا سليم من ساعه ما جه بصراحه كان في نعم الموضوع، وكان الموضوع ماشي برضو في نيه صلح، وكريم كنت انا بتكلمه انا وهو، وكان اسلام بيكلم كريم بلك، ف الدنيا كانت ماشيه. بعد كده ما اعرفش برضو ايه اللي حصل، يعني هي كانت دايما بيحصل حاجه، ف ما اعرفش يعني برضو بدي كل واحد برضو لكن حقه بالتأكيد يعني. انت من جواك ارتحت جدا طبعا امبارح ان طبعا عمرو زي ده، رغم ان الموضوع خلص بالظبط. كقضايا ولكنه بامبارح انت من جواك كنت طبعا متضايق بالظبط اكيد يا كابتن فارتحت تماما امبارح يعني. اكيد الحمد لله. واحنا بنوجه التحيه لمحمد الشيبي من هنا الحقيقه، لانه بالفعل انا وقفت اتكلمت معاه امبارح بحد شديد الاحترام، ولد مؤدب جدا ومتربي جدا جدا، ويعني سحابه صيف زي ما بيقولوا يمكن طولت شويه، لكنه الحمد لله انها عدت على خير. عندما تخلص النوايا بتلاقي الامور زي الفل. الحمد تيجي لله. ناخد اول جزء من اسئله السوشيال ميديا؟ يلا يلا كابتن. يلا بينا نشوف. ايه الاسم؟ ايه؟ رزق حسن او رزق حسان. ارجو ابلاغه ان يبقى عنده طب انا هقرا ازاي يعني؟ ارجو ابلاغه ان يبقى عنده اصرار انه يلعب منتخب مصر، مهم جدا لاستكمال مسيرته الناجحه. سؤال مهم جدا، ايه حكايه حسين الشحات مع المنتخب؟ ليس مع الجهاز الفني الحالي فقط، ولكن بقالنا فتره حسين عدد يعني عدد ماتشاتك الدوليه مش لا مش عدد يليق بحسين مفيش عدد مش عدد الشحات، مش كده؟ طبعا. واهدافك الدوليه عندك كم هدف دولي؟ ما عنديش ولا هدف دولي. امر مزعلك والله يا كابتن. بص يعني النقطه دي يعني مش هقول لك حابب اتكلم فيها وما اتكلمش فيها، بس هي نقطه في الاول والاخر يا كابتن يعني منتخب مصر، اي حد شرف ليه اللي هو يلبس تيشيرت منتخب طبعا مصر ويلعب باسم منتخب طبعا مصر. لكن النقطه بقى اللي هي ديت، انا يمكن في سوء توفيق، في حظ معايا، في ظلم، الله اعلم دي حاجه نعم. ما اعرفش فيها، بس انا اللي الاكثر انا سوء توفيق ولا سوء حظ ولا توفيق ظلم؟ سوء توفيق سوء توفيق هقول لك هي سوء توفيق، مش نسبة هقول لك سوء حاجه تانية. التوفيق والحظ والظلم قد ايه لو قسمناها؟ هيبقى مثلا كم في المية سوء توفيق؟ مثلا 45 45 و10 ظلم، مش 10 هقدر اقول ظلم. لك مش هقدر اقول لك انا مظلوم 100% في نعم. الاخر يعني، ممكن تكون ظالم؟ الله اعلم. نعم. الله اعلم. ساعات ما بتقعدش مع نفسك تقول لا انا غلطت، انا كان لازم، انا كان كده، ولا ده ممكن يا ما كابتن، بس جالكش تأنيب من الضمير ده؟ بس هي النقطة اللي أنا بتكلم فيها بخصوص المنتخب يعني، في سوء توفيق معايا من بدري، من 2018 يا كابتن، من 2018. يا نهار ابيض، من في عز 2018 عزك. في عز ما أنا كنت أحسن لاعب في الإمارات ومحقق دوري ما وكأس كنتش رئيس موجود الدولة ده. حافظه الله، وما رحتش كأس العالم. معلش هتيجي. أنا بكلمك في النقطة اللي هو من بدايتها، اللي هو مصمم. في عز اللي أنا حتى أنا كنت محترف ساعتها نعم. يعني، مش هقول لك مثلا انت في مصر هنا فانت هتجيب لعيب محترف او هتجيب كذا حاجه، انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الفتره دي كنت راضي مع نفسي جدا جدا نعم جدا، نعم وكنت متوقع ان بس انا اروح. هتيجي اكيد طبعا ان هتيجي شاء يا الله، كابتن اكيد هتيجي. ان شاء الله. فهي دي يمكن دي اكتر حاجه ممكن اكون انا اتظلمت فيها نعم. طيب دي، ما لكن نفسكش بقى تشتغل مذيع؟ ايه رايك؟ عايزين نخليك مذيع بس تاخد المكالمه دي بقى وتقعد تحكي ماشي تعرف الاول ما يقول الو بقى، الصوت ماشي صوت عليه بقى كده وبثقه كده. ماشي النهارده المذيع بتاع الفقره كابتن حسين الشحات، قول الو. الو انا الو الو انا حسين الشحات. انا امام عاشور. كمل. مش هنكمل، لا مش هنكمل بتاعتنا انا وانت. لا كمل كمل. لا مش هينفع. كمل كمل. دي اسرار اوضه يا كابتن. كم عدد؟ فيك يوم ليل دلوقتي صح؟ فيك يوم ليل؟ لا لسه كمان نص ساعة كده، نص ساعة قبل ما ننام. أنت قلت إيه؟ كيام ليل كيام ليل كام إيه؟ كيام ليل، صلاة كيام ليل. أنت بتجرجروا معاك في كيام ليل؟ كل حاجة وفي الفجر والله يا كابتن. والله؟ والله الحمد لله يعني. كابتن إمام عاشور أحسن لعيب في مصر هذا الموسم، مساء الفل يا إمه. إزيك يا كابتن، أخبار حضرتك إيه؟ إزيك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير والله يا كابتن. مبروك. حضرتك إيه؟ الله يبارك فيك يا كابتن. هو دلوقتي حسين الشحات زميلك في الأوضة؟ مين اللي مجنن التاني؟ لا والله ما في، اساله يا كابتن. لا لا والله خالص، هو ده هادي والله يا كابتن. امام هادي؟ ده هادي والله يا كابتن. امام هادي؟ امام هادي والله. تتكلم جد والله؟ لا يا كابتن والله. بص يا كابتن، بص انا هقول لك يا كابتن اللي بيحصل في الاوضه بالظبط. قول لي. اللي بيحصل في الاوضه يا كابتن، انا وهم بندخل الاوضه، انا بكلم مراتي وعيالي، وافضل اكلم ابني تيم واحمد واسم. حلو. هو بيكلم مراته ويفضل يكلم بنته.
لا والله ده ايه الاوضه التعبانه دي؟ احنا ما بنصدق ان احنا نخرج شويه. والله احنا بننزل كده يا كابتن والله نفضل بقى نتريق على بعض. هي بنت طيب فين؟ طيب فين؟ بابا فين؟ بابا اح فين؟ ويفضل هو يعيب عليا على اللي بيقولوا له. بس بنته بتتكلم؟ بنته لسه لا ما بتتكلمش بس هو بيفضل بيتوهم انها بتتكلم. هو بيبقى طبعا فرحان طبعا لبنته بتتكلم معاه وكده فبيبقى مبسوط جدا. فانا بفضل اتكلم انا اتكلم مراتي وهو نفس الكلام يكلم ايه مراته وبنته. فاحنا ايه بنفضل ده اللي بيحصل في الاوضه يا كابتن. امتى بتتخانقوا يا امام؟ إيه لا يا كابتن والله مفيش خناقه خالص. هو كان مره يا كابتن كنت انا نايم وبعدين كان حسين بس خلاص سلمنا بعض يعني كان قام فبعدين عمل صوت في الاوضه فانا قمت قلت له حسين فصحيت بالنوم انا بقى ساعتها. ف كان قبل الفجر بحوالي نص ساعه كده يا كابتن ولا حاجه فبعدين قال لي انا بتوضى معلش وهو يعني هي دي يعني ما فيش حاجه يعني مش حاجه مش مشكله بس عمل دوشه خلاص ده انت صحيتنا ومصل الفجر معاكوا كده هو ده من ساعتها ما فيش حاجه مثلا وانا كابتن جاب جونين ساعتها ماتش فاركو والله طب ده ايوه حصل بس من ساعتها بقى يصلي بصراحة. يعني هو بصراحه هو بيصلي بقى له فتره كبيره جدا جدا بيصلي الفجر كله بيصلي كله لا انا قصدي انه الفجر الفجر الصلاه كله الفجر احنا بنقوم الحمد لله انا قصدي الفجر بتصلوا مع بعض يا جماعه بنصلي ونرجع نشرب شاي بلبن مين الامام انت ولا هو لا بنصلي بنروح المسجد يا كابتن والله ده مصطفى قال لي صوت الامام هناك بسم الله ما شاء الله صوته جميل جدا طبعا هو مش كل الاوقات طبعا في اوقات بنصلي في الغرفه بس اوقات كتير بنروح اوقات امتى ضايقك يا امام؟ يا كابتن امتى حسين ضايقك؟ لا حسين يا كابتن محترم لا في اوقات انا في اوقات يا كابتن انا اقول عليها ايوه قول انت في ماتش اقول انا لا انا كنت هتكلم في الماتش كنت هتكلم في الاوضه قول يا امام قول يا امام قول يا امام لا كان في ماتش يا كابتن اللي احنا لعبناه الاخير بتاع العين كانت في كوره لينا اوت فبعدين اتلعبت بسرعه فانا كنت عايز اخدها واجري ايوه فهو خدها من قدامي فانا وانا راجع بكلمه فلقيته متعصب جدا عليا بقول له فبصيت له كده من بعيد قلت له حسين انت بتتعصب عليا يا حسين فبص لي بعدها وضحك الموضوع عدى يعني عدى في ساعتها ضحك ان انا هو في الملعب وخلاص دي اكتر حاجه دي اكتر حاجه هو ممكن يكون عنده حاجه قول يا حسين انا في الاوضه قول كابتن هو في الاوضه امام انا بقى اوقات بقى قبل الفطار بقوم ايه نص ساعه او ثلث ساعه كويس. يعني دي او دي فاقوم اخش الحمام واغسل سناني واتوضى واصلي والبس واصحيه تمام بعد كل ده تصحيه بعد ده كله يا كابتن اصلا بيبقى فاضل مثلا ايه خلاص 10 دقايق فاضل 10 دقايق ساعتين يا كابتن انا يعني انا بقوم اعمل ده كله بقوم اعمل ده كله وهو نايم حلو قوي سيبوه بص ما بكلموش خالص يا كابتن كويس يلا امام عشان الفطار قبلها ب 10 دقايق ربع ساعه فاضل 10 دقايق يعني فاضل 10 دقايق ما انت عمال اصلا ما تخش الحمام وتلبس في دقيقتين ثلاثه عقبال ما نطلع في خمس دقايق عشان نلحق بقى نحضر فطارنا يقول لي لا لسه بدري يا امام يا حبيبي يلا قوم يقول لي لسه بدري بس افضل قاعد وانا مش عايز اطلع اسيبه خايف يروح تروح عليه نومه قلت له خلاص روح وانا جاي وراك اقول له لا ماشي حاضر افضل قاعد تبقى فاضل خمس دقايق يا امام خمس دقايق يا عم خلاص اقوم حاضر طب روح انت يا امام خلاص خمس دقايق هنمشي امتى طلع اسرار الاوضه بره هي دي الاوضه بس يا كابتن والله كابتن يقوم بقى كابتن اخر اربع دقايق يلا 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 بينا يلا بينا يلا بينا يا امام انت اخرتني بقى لي ساعه مستنيه انت كان انت السبب يعني ويقوم كابتن في ثانيه يلبس يلا يلا عشان نطلع نفطر امام يوم الماتش المهم بتعملوا ايه؟ لا يا كابتن والله يا بس احنا عندنا انت زمان انت حضرتك شايف يا كابتن الماتشات كلها عندنا مهمه يعني اي ماتش بنلعبه بيبقى مهم اللعيبه طبعا كلها بتبقى مركزه لما بيبقى في مثلا لو حد بيتفاد بحاجه بيعملها كلنا بنبقى مركزين يا كابتن في الماتشات بصراحه يعني مش حد بيأثر في اي حاجه نعم حسيت انه في حمله عليك شويه في بدايه الموسم يا امام؟ موسم كابتن بص كابتن بصراحة الواحد يعني عديت بموسم يمكن من أصعب المواسم اللي أنا لعبتها موسم كان كله ضغط كان مطلوب من إيمان إن هو يعمل كل حاجة كنت أنا حاسس بحاجة زي دي وكنت الحمد لله كنت على قد المسؤولية طبعا بمساندة اللعيبة والجمهور طبعا وجمهور النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة بصراحة مش حد بيأثر في أي حاجة جوه النادي وبالذات اللعيبه كابتن والجمهور طبعا اللعيبه كلها كابتن من يعني بصراحه بيساعدوا الواحد على قد ما بيقدروا يعني الناس كلها كانت بتتكلم معايا بشكل كويس جدا كلنا كنا قريبين من بعض يعني انا ما حسيتش بصراحه ما حسيتش باي غربه خالص يا كابتن حسيت ان انا واحد من اول جديد خالص
دخلت في الفرقة بسرعة من ساعة معسكر اللي كان في النمسا، ما حسيتش يعني بأي حاجة كابتن تاني غير إن أنا أكون موجود عشان البطولات، واللعيبة طبعا اللي موجودة كلها متعودة على كده كابتن يعني، وأنا اتعودت يعني اتعودت معاهم على حاجة زي دي. مفيش مستحيل في النادي الأهلي، أو اللعيبة مفيش مستحيل عندهم خالص، دايما الحمد لله دايما بنبص على البطولات وعلى المكسب، وزي ما انت زي ما حضرتك شايف يا كابتن برضه اللعيبه كلها يعني، صحيح. بصراحه انا مبسوط ان انا في وسط النجوم دول كلهم وبلعب معاهم. انا مش عايز اقول لحضرتك اسامي لان الفرقه كلها لعيبه كبيره طبعا واخواتي، طبعا، واتمنى لهم طبعا المزيد ان شاء الله وربنا استنى يكرمهم الفتره تتمنى ايه؟ الجايه. لسه لسه انت معانا، لسه تتمنى ايه؟ انت وراك حاجه؟ لا اتعشيت يعني ولا بتمنى لهم الفتره الجايه ان شاء الله يا لا كابتن اتعشيت ولا ربنا لسه؟ يكرمهم. اتعشيت ولا لسه؟ انا قمت عايش والله يا كابتن، قاعد في البيت كنت بنام كتالية دلوقتي. شفت عم حسين؟ شايف شايف. بقت قد ايه؟ بقت قد ايه؟ 6 شهور يا كابتن. بسم الله ما بسم شاء الله الله ربنا ما يخليك. شاء الله، ايه انت بتحس يا حسين انه امام هيبقى كويس في الماتش ده؟ يعني انا مثلا ايه، اما كنت بقعد في الاوضه مع حد ابقى عارف اقول له انت النهارده هتبقى كويس، او هو يبقى عارف النهارده هيبقى كويس، انا مزاجي رايق، ببقى مش عارف ايه، بيجي لي خبر حلو، او انت بتحس انه اليوم ده بتاع امام والله يا كابتن. والعكس صحيح لامام. بص والله يا كابتن، امام من اللعيبه والله، مش عشان انا بكلمه ولا قاعد معاه في الاوضه، امام من اللعيبه الكبيره جدا يا كابتن، طبعا اللعيبه اللي طبعا مع اي فريق بيفرق معاه نعم بصراحه يعني، من هو في الزمالك وما راح الدنمارك والحاجات دي كلها يا كابتن، امام لعيب كبير. فامام من ساعه ما جه انا متوقع له اللي هو هيبقى في حته كبيره جدا، لان نعم هو بسم الله ما شاء الله. كمان انا دايما بقول له انت عندك ميزه، رجلك الاثنين بسم الله ما شاء الله مظبوط مظبوطين، مظبوط. والاثنين مظبوطين، بس هي مش عارف هي ملوشه معانا ليه هنا، مش عارف يعني. بس دايما حتى هو في التسخين يا كابتن يعني، في التسخين امام ما بيركز ببقى من خلاص بيبقى التسخين عارف، خلاص بيبان. التسخين بيبقى هو دايما بيبقى مركز في الماتشات كلها بصراحه، بس هو في التسخين حتى ما بيجي في الشوط في اوقات ما بيفضل يشوط والكره بتلبس يقول لي بس انا عايز واحده النهارده فعلا. بالظبط. فقلت طب خلاص ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، بس انت اظبطها بس ومش عارف ايه أي. والكلام ده، بس انا اللي ليه عارف انا خلاص ليه امام انا ساعتها. ليه هديتين، ليه هديتين بس ما تنساش، كان ايه في اسيست. بيقول لك ليه دقيقتين ولا ليه اسيستين؟ هديتين، دقيقتين، هديتين، هديتين بتوع ايه؟ طب ما قول بلاش انت بقى، لا بلاش لا لا قول استنى كده، ليه عنده هديه؟ طب قول الاسيست يا كابتن، الاسيست بتاع زمالك ماتش كابتن، ماتش كابتن الماتش ماتش يا كابتن، الماتش اللي انا عملت له في الاسيست، ماتش سيراميكا، انت عملت له 50 اسيست. هو ماتش سيراميكا لا كابتن احنا الاخير. بدأنا صفحة جديدة يا كابتن. طيب كابتن ادي اسيست سيراميكا. كابتن ثواني بس يا كابتن، انت عندك هديه مش عايز اتكلم لحد دلوقتي ما طب بس جبتهاليش. انا بقول هديتين دلوقتي يا حسين، ماشي اهو هو بيقول هديتين، هديتين، ادي الاولى هديه. الاسيست بتاع سيراميكا، الثانيه كان في واحد تاني يا حسين، افتكر انت فاكر كل حاجه. انا فاكر الهديه بتاعتك، انا فاكر الهديه انت فاكر هتكلم. هديت انا بس. طب الهديه اللي عليك ايه؟ كابتن ماتش الزمالك يا كابتن اللي هو جاب فيه جول بتاع حلو. الكاس، طبعا. اساله كده يا كابتن من قبل ما نسافر واحنا في مصر هنا، انا قايل له ايه؟ ايوه تروح قال لي تجيب والله جون؟ اجيب جون النهارده. قال والله لي اجيب والله يا جون كابتن قبلها باسبوع، قلت له بص يا امام، قال لي قلت له انا حاسس من يعني الحاجه دي بتاعت ربنا، قلت له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت هتجيب جون هناك وهتكسبنا. والله العظيم اساله كده، قال لي والله لو حصل اجيب لك هديه. وما وجبش لحد دلوقتي كل شويه، ده انا معايا الهديه. ما انا سالتك مين البخله ما ردش كابتن، هو عليا. هو كل ما اساله يقول لي معايا هي فين، يقول لي اجيبها لك. طب النوع الهديه ايفون مثلا؟ انا يا كابتن انا قلت له اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه، انا قلت لك كلمه خلاص تعمل. ما انت جبت الموبايل الجديد خلاص، عايز ايه تاني؟ بس انا جبت الموبايل الجديد، انت جيب لي هديه بقى، انت فين هديتك؟ ماشي. طب عم امام، عم امام لو خيرتك، لو حطيت لك 3 اهداف مش حسب الغلاوه، حسب الحلاوه، تمام ركز معايا، مش حسب الغلاوه، حسب الحلاوه، تمام. وقلت لك ال3 اهداف دول رتبهم لي، هدفك تمام. الاخير في العين، هدفك في نهائي الكاس قدام الزمالك، هدفك في شباك النادي الاسماعيلي في الدوري العام. حسب انت قلت لي حسب ايه يا كابتن؟ مش حسب الغلاوه، حسب الحلاوه. الحلاوه وهنرجع بعد كده حسب الغلاوه. تمام. جوني في ماتش العين ده اول واحد. طب احكيهولي يعني، ساعات الواحد الكابتن خطيب مثلا يا رب يجيبوا لنا جونه في كتوكو، فجاب الجون اللي بشماله ده امام، انا يعني كنت اللي بلعب اللي حسين عليه امبارح والله لما كنا بنتكلم اصلا، والله اتعرض يا كابتن في الشاشه كنا عمالين نتكلم عليه. انا كنت في المعنى اتجنن، لانه جابها قبل كده، كان لاعب المرسى التونسي. هتخربوا بيتي النهارده، النهارده هحدي 20 جنيهات وبتاع للمخرجين، يعني ايه هفتح الميزانيه لو جابوا الجنين دول في المرسى 4-0 وفي كتوكو هو بس. كابتن خطيب راح جاري عامل كده، فانا ما بخرجش من جوني ابدا، انا بخاف تتسنتر تلعب مش عارف ايه بتاع كده،
فبعد المباراه سالته ايه يا كابتن انت عملت كده ليه؟ قال لي انا شايف الجون ده امبارح بالليل. اه والله العظيم ثلاثه، انا شايف الجون ده زي ما هو امبارح بالليل. هل انت تخيلت الجون ده يا امام قبلها؟ بص يا كابتن، هي كانت اصلا هجمه مرتده علينا. انا كنت راجع ساعتها، انا رجعت لحد ال 18. فهي اما اتقطعت لما اتبصت لحسين، انا عارف ان حسين تفكيره في الاول اول حاجه بتيجي في دماغ حسين اللي بيلعب الكره لقدام. ايوه. فهو اول ما الكره وصلت لحسين خلاص انا بدات ان انا اجري. كملت. كان ساعتها كنت انت حسين اللي بصيت الكره لوسام، بصيتها لوسام. وسام راح فوتها الكور. هو حسين يا كابتن عادته ان هو لما الكره لما الكره مثلا بتبقى معايا او مع حد، هو دايما بيحب ياخد لجوه، ما بيحبش يعني. ايوه بيسيب الخط. انا كنت متاكد ان هو هيجري يعني بعد الباص هيجري لجوه. فانا بقى وانا بجري كده فلمحت وهو بيجري لجوه، فانا خدت مكانه فضلت انا مكمل. انا قلت جيبوا لنا يا جماعه جون تاني وامام بيحكي هيبقى جميل. صوت على الصوره كامل يا امام، بدايته حلوه اصلا. فانا قلت كان جاي لي واحده نفسها بالظبط وشطها نفس الشوطه. نفس الشوطه بالظبط وجون وجت جون. لا والله والله يا كابتن. فانا كنت واخد قرار يا كابتن ان هي لو انا عارف ان طاهر ان هو هيشيلها لي، كنت واخد قرار ان انا مش هخليها تنزل. وكانت من طاهر برضه في التمرين؟ ايه يا كابتن؟ كانت من طاهر برضه في التمرين؟ لا كانت من رضا متهيألي. بس الحنيه بقى بتاعت الباصه بتاعت طاهر يا حلوه. حلوه قوي يا كابتن. هي جايه لي يا كابتن، هي جايه بتجري كده على رجلي. فانا كنت واخد القرار يعني ان انا هتجيلي مش هستنى ان هي تنزل على الارض او هستلم. طيب بس. يبقى ده احنا بنتكلم الحلاوه، يبقى واحد العين عندك بقى في الزمالك وفي الاسماعيلي. لا الزمالك وبعد كده الاسماعيلي. طب خلينا في الزمالك برضه حسين، لانه ده جول مهم جدا طبعا، لانه ده فتح لكم البطوله طبعًا. واحنا كنا بدانا نجهز الشوط الثاني وخلاص احنا كنا فيها كام حاجه و80 ساعتها، وانا قاعد فوق ماسك قلبي بايدي لانه مصطفى اللي بيلعب فهتجنن. والدته معايا، والدته راحت الباركنج ما اتفرجتش على الماتش. والله انت قعدت ادور عليها بالماتش. احنا قاعدين كان معانا الزميل احمد الخضري ومحمد القوسي، وبعدين الحكم بيصفر ببص عليها ما لقيتهاش، السيجنال مش موجوده في البتاع، ادور. انا خلاص اتلهيت وانا كنت وقعت واتخبطت. البركه بتاعتنا دي يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا امام. طيب احكي لي بقى عزومه كابتن سنه، عشان في عزومه كابتن. احنا امبارح قلنا لها، احنا امبارح قلنا لها هي جاهزه النهارده بتقولي. احنا امبارح قلنا لها واحنا جاهزين. طيب قول لي يا امام بقى الجول ده، لانه الجول ده هو كان نص البطوله، خاصه انه قفشه ما شاء الله بيصنع لك وانت بتصنع لقفشه بعدها. يلا. ايوه بالظبط. بص يا كابتن، كانت الكوره ساعتها كانت برضه هجمه مرتده علينا في نص الملعب، وبعدين احنا قطعناها وراحت لكهربا. ايوه. فساعتها لما كهربا لما جات له كهربا مش فاكر ساعتها حد خبط وقع على الارض. فانا بصيت على قفشه، لان انا دايما انا بحب اروح اخد الكره من يعني من رجل زميلي مثلا. فلما قفشه راح انا قلت خلاص انا هخش جوه، لان كان ساعتها كانت فاضيه وكهربا كان ساعتها كان بره ال 18. نعم. فهي وهي معهاني. انا لما بصيت على قفشه عرفت ان قفشه اول ما هيستلم، لان قفشه بيعملها ساعات في التمرين كتير يا كابتن، اللي هو بيعملها من مره واحده. صحيح. حتى يا كابتن هتلاقيني انا رحت ورجعت يعني ما رحتش على طول. صح. فهي اول ما جت اول الكوره ما جت مع قفشه، انا عارف ان هو هيحطها لي هنا يا كابتن. والله ان قفشه يعني ان شاء الله بيشوف الملعب كويس. انا هتكلم عليه طبعا يا كابتن. لعيب كبير طبعا، والواحد بيتشرف. العلاقه مع قفشه عامله ازاي يا امام؟ لا ده اخويا يا كابتن، ده اخويا اسال حسين. والله كلنا كابتن، بس انا علاقتي بقفشه برضو يعني بصراحه كابتن من الناس المحترمه ولاعيب كبير، وربنا يكرمه. انا يعني انا دايما مع قفشه بعد اي ماتش بطلع اتكلم معاه. نعم. بقول له مثلا دي كان لازم تتباصى ازاي، على طول دايما يكلمني. نعم. يعني دايما على طول قفشه بيكلمني وانا ساعات بكلمه على طول. حلو قوي. خليني اسال حسين. بس الجون ده يا كابتن اصلا معلش، هو الفيديو بيتراجع، اساله انا بجري عليه اصلا بقول له جون. والله؟ لا انت انا هموت اعرف حد دلوقتي التجريد ده عارف. يا كابتن كل شويه يسالني. يا كابتن لو جبت الفيديو من بعيد قبلها اصلا نجيبه. امام يا كابتن امام كل شويه يسالني يقول انت عرفت ازاي؟ كابتن اصلا قبل ما الحكم يرفع انا اصلا بجري بقول له جون. بتقول له جول. ايه اللي كان خلاك عندك ثقه؟ والله يا كابتن هنا كانت احساس هي يعني طولت شويه. فانا بدات احس اللي هي جول. والله ايمان رفع. رفع. الحكم كان فاضل شويه. فانا لما لقيت الحكم بيرجع لورا كده وعمال يرجع في الكل حسيت ان هي خلاص جول. جالك احساس لان الحكم خلاص لما بيرجع كابتن كده
خلاص بيبقى خلاص القرار اصلا كده يا اسطى، رجع وبعدين راح الناحيه دي بعد كده راح رجع تاني، فخلاص انا اخدت قرار كابتن هو خلاص هيحسبها جون، لان لما رجع كده خلاص هو عشان يوسع عشان يعمل ايه ليه جون. طيب امام انت جاي لنا قريب صح ولا مش هتيجي؟ ان شاء الله يا كابتن، انا في البلد بس كده في السنبلاون عندنا قاعد مع العيله شويه كده. طيب يعني قاعد هتقعد سنه يعني مع العيله؟ هتجيلنا الاسبوع ده حاجه يا كابتن ان شاء الله اكيد. طيب دي حاجه بقى، انا لازم اسالك سؤال قبل ما اشكرك، لانه تردد كلام كتير جدا عن امام والمنتخب وانك بتتعمد او بتصطنع الاصابه عشان ما تروحش المنتخب. عملت اشعه ولا لسه؟ وشكلها عامل ازاي؟ واحكي لي القصه دي مهمه قوي. هو في حد يا كابتن هيجي له منتخب مصر ويرفضه يا كابتن؟ الله. يعني انا لسه سامع الكلام ده من حسين دلوقتي، يعني لسه قايل. مين لعيب في مصر هيجي له منتخب مصر ويرفضه؟ او يقول يعني مصاب او يدعي الاصابه. يعني انا شفت الناس زامت عليا جامد. مع ان في ناس اتصابت وما راحتش ومحدش اتكلم عليها. صح. طب اشمعنى امام؟ ايوه انتوا ليه في اي جمله ليه بتحطوا امام؟ هقول لك انا حطوك في جمله ليه، وحسين قاعد معايا شاركني الحوار، يعني فضل. انه كان في مباراه كابتن حسام كان هيحطك احتياطي وانت زعلت وغضبت وسبت، يعني وقلت ان انا مصاب ومشيت من المنتخب، ومن ساعتها بقيت حاسس ان انت مش اساسي عند الكابتن حسام. طب انا هقول لحضرتك حاجه يا كابتن. ان حضرتك لعبت منتخب مصر يا كابتن دلوقتي. انا لعبت 107 مباراه الحمد لله. لو حضرتك يا كابتن، لو المدرب شايف ان انت بتدعي الاصابه، هل هيمشيك من المعسكر؟ لا طبعا مش هيمشيك الا لما يكون متاكد ان انت مصاب. صحيح، في جهاز طبي. نعم. انا راجل ماشي المعسكر وانا مصاب. المعسكر اللي فات. ما نفس الكلام ده اتقال عليا برضه. ايه؟ ما نفس الكلام ده اتقال عليا في المعسكر اللي قبليه. ايوه انا راجل مشيت، انا راجل مشيت وانا مصاب. انا دلوقتي لو اداني الاصابه كان اي حد طلع قال يا جماعه لا ده ما عندوش حاجه وهو اللي مشي. ده صحيح. طب ما فيش من الكلام ده ما حدش قاله يعني. اصابتي دي اللي في الخلفيه. نعم. انا عندي اجهاد يا كابتن في الخلفيه، انا مش محتاج ان انا احلف لحد او ابرر. لا 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 لا، ما بحبش الحلفان. اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يتكلم يتكلم، بس انا راجل دلوقتي مصاب. انا راجل دلوقتي بتمنى، مش انا لوحدي، مش امام لوحده، اي لعيب في مصر يا كابتن يتمنى ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر. لا، والدليل في بطوله الامم الافريقيه الاخيره. طب ما انا ما كنتش يا كابتن بشارك. هو انا كنت بشارك ده ساعه دماغك ولما وقعت على دماغك بالظبط، وكان في بروتوكول وانت كنت مصمم انت تلعب المباراه، لكن البروتوكول كان منع. نعم. وكابتن حازم امام موجود يا كابتن. نعم. الكابتن حازم امام موجود، انا قلت له هكتب لك تعويض على نفسي يا كابتن. لا ما انا عارف ساعتها. انا عارف المعلومه وقلتها في برنامج قبل كده. فكابتن اي حد هيتمنى ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر. نعم. شرف لاي حد ان هو يلبس تيشيرت. حلو ان انا اسمع الكلام ده، جميل. فمفيش حد بقى يطلع يقول لا ده هو بيدعي الاصابه، وانا هدعي الاصابه ليه؟ يعني انا راجل دلوقتي هدعي الاصابه ليه؟ انا مع فيتوريا، وانا كنت بشارك، ما كنتش بشارك. ايوه مظبوط. ما لعبتش معاه اصلا ولا ماتش في التصفيات. نعم. البطوله كلها الحمد لله انا لعبها. نعم. الحمد لله لعبتها كلها. طب وانا ليه انا فكرت كده امسك رجليا عشان ما اروحش المنتخب؟ حلو. ليه انا هعمل كده؟ انا هوفر شويه اسئله للقاء معاك، بس وحسين الشحات هيقول لك اخر سؤال. قول له سؤال. قول له سؤال. امام اتفضل يا كابتن. انت احسن لعيب في مصر كده كده انت عارف. ده مش سؤال. ده مش سؤال. ده التصويت بس الأول. انت كده خدتها امبارح خلاص وخلصت، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مستني السنه دي تاخد احسن لعيب في مصر تاني، وان شاء الله تنافس على احسن لعيب في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. ده السؤال واللي انا عايزه بقى منك بجد، ده من السؤال بقى كابتن. نعم. يعني ان انت تركز بقى في حوار الشوط تاني عشان خاطر مفتقدينها معاك. حوار الشوط التاني. الشوط انه يشوط. ان شاء الله. بس فهي دي اللي انا عايزها منه، مش من السؤال. يعني دي بس اللي انا عايزها. اللي انت عايز تقوله لحسين ايه؟ سؤالك لحسين. انا عندي كتير، بس انا هو عارف يعني خلاص عندي عامله ازاي. حسين من الشخصيات المحترمه جدا. بتبسط من حسين قوي بره الملعب، ان هو برب اهله. ده صحيح. اخوه واولاده، مامته ربنا يخليها له يا رب، مراته. نعم. حسين يعني حسين عنده الشغل بصراحه يا كابتن. وفي الملعب يعني بصراحه بيقدم لنا، يعني انا بتمتع لما الكوره بتبقى مع حسين والله. نعم. مش بقول كده عشان حسين قاعد معايا. نعم. كابتن، بس والله من احرف الونجات اللي انا لعبت معاها. حسين طبعا بصراحة بيقدم معانا، يعني ما بيبخلش بأي حاجة علينا، دايما عايز يبقى موجود في الصورة،
ودي حاجة أنا بتبسط منها لما بشوف حد كده. بتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله زي ما احنا اتفقنا، أنا سنة وأنت سنة، أنا موافق، ما عنديش مشكلة. وربنا لا يكرمك إن شاء الله ان شاء الله وتكسر الدنيا، وإن شاء الله أنت مترشح لأحسن لاعب في أفريقيا، إن شاء الله تاخدها ان شاء الله. أنت أو أوفا. انا أوفا. ايوه انا ايوه لسه اقول لحقت نفسك، لحقت لسه اقول لك اصلا. مش هقدر. انت اوفا ان شاء الله، ان شاء الله واحد ياخدها باذن الله، وربنا يكرمكم باذن الله الفتره ان شاء الله. الجايه. بشكرك يا امام، شكرا جزيلا. وانا ما كملتش الاسئله لانه عندنا حوار ان شاء الله مطول مع امام عاشور. انا عاجبني قوي روحك يا حسين يعني، وما بكلمش حد عليك الحقيقه الا انه دايما بيتكلم بحته الطيبه. الحمد لله. حته دار السلام برضو فرقه معاك، المنطقه الشعبيه فرقه شويه معاك. مدينه السلام طبعا فرقه. مدينه السلام، متاسف. مدينه السلام طبعا. انت لسه عايش هناك؟ مش هكذب عليك كابتن، اقول لك لا يعني بقى لي فتره طلعت وكده، بس موجود. لا بس نعم. موجود اللي هو نعم. يعني كده كده موجود يا كابتن يعني. بس موجود وعلى طول موجود ومتواجد، وعندي والدتي والكلام ده كله. بس طبعا انت كل فتره بتبقى عايز مثلا تطلع شويه، بس انا بطلع شويه وبرجع تاني، ما بقدرش اللي هو ابعد يعني وكده. بس فالسلام بالنسبه لي حاجه انا مقربك من الناس طبعا يا كابتن. عايش طبعا الأجواء دي. طبعا طبعا يا كابتن. كفايه اللي انا كفايه القعده اصلا اللي بقعدها مع اهلي طبعا، وكفايه القعده اللي انا بقعدها مع اصحابي في الشارع. انا بقعد في الشارع وقاعد مع اصحابي سواء بيلعبوا او انا قاعد معاهم قاعدين بنهزر، فدي لوحدها يا كابتن حاجه حلوه جدا. استاذنك نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع كابتن حسين الشحات، وهنرجع باسئلتكم على طول. انا عارف انه الاسئله رهيبه جدا، هنرجع باسئلتكم للكابتن حسين الشحات. تأخرنا شوية في الرجوع من الفاصل، الرسائل كلها وفي ايه اللي حصل. ناخد نفسنا بس شوية، دنيا حلوة. حسين عايز اسألك عن النهائيات، يعني ممكن ما تسجلش بس بتصنع في مباريات مهمة وحساسة، نهائيات كأس افريقيا، نهائيات كأس العالم للأندية. الذكرى الأغلى، البطولة الأصعب سواء افريقيا او كاس عالم للانديه، الهدف الاغلى كان مسجل في الدحيل، مسجل في اتحاد جده. وليه قلت اتحاد جده كان اصعب من العين؟ والله يا كابتن هقول لك يا كابتن، يعني الاتحاد كان اصعب من العين لكذا حاجه. واحد، اولا انت بتلعب في بتلعب الاتحاد في الاتحاد، صحيح، في السعوديه، جمهور الاتحاد. ثالثا والاهم لعيبه نادي الاتحاد، يعني تتكلم على الملعب، الجمهور، الفريق، اللعيبه. نعم، فريق كبير، انت جايب نجوم كبيره على اعلى مستوى من دوري انجليزي ودوري اسباني وكل الدوريات، فانت بتلعب فريق كبير، وانت كابتن عندك كل الناس، كله حتى هنا اعلاميين كتير في مصر وناس كتير وجمهور، كان كله بيقلل من النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. بس طبعا هو مش بيقلل، مش بيقلل، بس هو كان بيقول لك الرابعه اللي انت نسيت تقولها، من السعوديه كان لعيبه كويسه جدا. نعم، بس احنا لا، نازلين الماتش ده حياه او موت بالنسبه لنا. حياه او موت بالنسبه لنا. حجازي كمان كان بيلعب، وكان فريق، كان فريق كويس جدا. تشكيك فيكوا اداكوا دوافع اكتر. طبعا يا كابتن. نعم. طبعا. معلش يا كابتن، احنا الجيل ده بالذات يا كابتن. ناس كتير قوي كانت بتحاول توقعه وتقلل منه. ياه. كتير يا كابتن. وانت وبالذات لما بنخسر ماتش يعني. بنخسر ماتش الناس تقول لك ماتش بتسبب لكم بتسبب كتير. نعم، بس انت كابتن معلش، انت الجمهور دايما ورانا بيبقى واثق فينا. واثق في الناس دي كلها، ده اللي بيفرق معاكم. طبعا. نعم طبعا يا كابتن. بص يا كابتن، الجمهور عامة بيحرك اي لعيب. ايوه، نفسيا انت ما بتشوف الجمهور اصلا بتبقى مبسوط. طيب خلينا نروح للنهائيات هنا، بس خلينا اجيب لك تاني هدفك في الاتحاد السعودي، لانه من الاهداف الجميله والغالي على قلبي. والله وغالي على قلبي. ليه؟ جول حلو يا كابتن. جول حلو. جول حلو في كاس العالم وبيصعدنا. طبعا الحمد لله يعني، بس هو جول جول مره. طيب ده هدف الدحيل كمان كان هدف مهم. طبعا. لانه هدف صعود دايما. الحمد نلعب لله على المراكز. طبعا الحمد لله. الحمد لله كان جول طبعا غالي جدا بتاع الدحيل، وانت كمان برضو رايح برضو كان نفس الكلام الناس بتقول. انت مدريدي زي حالات. انا مدريدي جدا. النهارده برشلونه خسر من ريال سوسيداد. كويس الحمد ماشي. لله. يلا ما تزعلش البرشلونه ما زعلونش، بس انا مدريدي ماليش دعوه. ماشي. والله يا كابتن بص، هو عامه انا اي احتفال مش بتاعي. انت بتهزر. والله هم اللي بيقولوا لي اعمل ايه. لا يا راجل والله، يعني انا يعني وانت نازل يقول لك يا بابا لو جبت جول، ربنا كرمه وجبت جول، هم اللي بيختاروا لك الاحتفال. بتهزر والله. يعني كريستيانو دايما، احمد مثلا مره، ياسر مره، احتفل سي كريستيانو والله اصلا، هو الجنب غير الجنب، ولعب العيال لسه حاضر. بس فدوت، وحتى اخر احتفال اللي هو ايوه ايه ده بقى، انا فهمتوش ده كابتن. ده تايم ابني
اللي هو الصغير. ايه بقى؟ ده انا وهو احنا قاعدين نيجي نقول مثلا تعالوا نلعب مع بعض. قلت كده لعبه انتوا الاثنين. انا اول واحد نلعب مع بعض يفضل يعمل كده وكده وبعد كده ويعمل لي كده. ده ليك انت؟ ليا انا. هو عنده قد ايه؟ عنده سنتين ونص. ما شاء الله. فهو دايما يعملها لي. فهو بقى انا كنت واخد قرار ان انا لو ربنا كرم وجبت جول. بس انت اللي هتهديها له، ما طلبهاش منك. طبعا هو ده ما قالهاش. انا ساعتها من ساعه ما هو عملها قلت له خلاص والله ان شاء الله لو جبت جول هعمل لك الحركه دي. بس ده تايم. تايم. طب واحمد نواصر ما هو اكتر احتفال هم بيحبوه كريستيانو. بس انت احتفلت بتايم لوحده. ما دي تايم. ما دي تايم عشان هو تايم الصغير بس. ده في احتفالات كتير والله. الدنيا عدت عليهم عادي. روحت بقى قلت له الاحتفال ده كان قلت له الاحتفال ده حتى هو من لسه كنت انا عاملها مش فاكر ان هو النهارده ولا امبارح كنت انا هو بقول له تعالى نعمل يلا الاحتفال بتاعنا. بس كده كده انا احمد واسر كل واحد ليه سلام معين انا وهو بنسلمه مع بعض وحاجه لما بتروحوا البيت. طب بتسلم على احمد ازاي؟ احمد بفضل نسلم انا وهو كده وكده وبنعمل كده يعني. حتى الجول ده انا برضو افتكرت الجول دلوقتي. قبل كده انا احتفلت كده بس بقى لها سنتين. ده كان اسر هو اللي قايل لي اعملها. اسر مع انه سلام مع انه سلام احمد. مع اني سلام احمد. طب قول لي تاني احمد. قول لي احمد بتسلم ازاي؟ احمد بسلم عليه كده اهو. أيوة. كده انا هو وبعد كده كده. ايوه بعد كده كده. كده كده. وبعد كده بنعمل كده وكده. حلو. ده احمد. اسر بقى. اسر اللي هو واحده بس كده. وكده برضه في نفس الوقت بنعمل ايدينا كده احنا الاثنين. والله العظيم. والله. فانت يعني احيانا بتهديها لهم. طبعا طبعا. بس اكيد انت بتحب كريستيانو برضه. طبعا يا كابتن. مين ما بيحبش كريستيانو برضه؟ ومين ما يحبش ميسي برضه؟ مين ما يحبش يعني مين ميسي. ما يحبش ده ومين ما يحبش ده الاثنين. معانا على التليفون واول مره مداخله واحد انا بموت فيه، بموت فيه كلاعب، بموت فيه كدم خفيف، وبموت فيه كبلد لانه يعني في كل حاجه جميله، بموت فيه انه مشاغب، بموت فيه ان دمه خفيف جدا جدا. انا بدات اعرفه شويه. يلا قول لي. الو. اقول الو ولا اقول مين؟ قول اللي انت قول. طب بتعرف مين الاول؟ اوعى تقول غلط بس. احساسي؟ سنجل. سنجل. بس انت قلت كل الصفات بتاعت رضا سليم. بس انا ما اعرفش. انا بقول لك يا كابتن، انا بقول لك انت قلت كل الصفات بتاعت رضا سليم. فهو اللي انت قلت عليه ده كله كابتن وفوق ده كله هو لعيب كبير. قوي. قوي. رضا. رضا حبيبي. رضا. رضا. كابتن شوبير عامل ايه يا كابتن؟ وحشني بالذات. والله لو وحشتك بالذات. والله يعني انت بتقول اسطى وحشتك بالذات صح؟ وحشتك بالذات. انت وحشتك بالذات بالمغرب. انت بالمغرب ولا في مصر؟ لا انا في مصر. في مصر. ما سافرتش؟ لا لا ما سافرتش اخويا حسين. قاعد مبسوط هنا؟ الدنيا حلوه تمام هنا؟ لا الدنيا حلوه الحمد لله كويس. طب ايه سنجل دي؟ قول لي سنجل دي ايه؟ ادي اسبريس سنجل كله سبريسو. سنجل هو كابتن. هو طول ما هو ماشي يفضل يقول سنجل سنجل سنجل. ازيك يا رضا؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ انا الحمد لله. اولا عايز تقول ايه لحسين الاول؟ اول حاجه اقول لي مبروك على البارح. حبيبي اخويا الله يبارك فيك. ولاعب كبير ومسيره موفقه ان شاء الله بالتالق حبيب. حبيبي اخويا الله يبارك فيك يا حبيب قلبي. رضا يعني انت وحسين بتتبادلوا المراكز، يعني انت بتلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال وبيلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، لكن اللي انا عارفه ان علاقتكم قويه جدا. هل المنافسه ما اثرتش ولو للحظه على علاقتكم مع بعض؟ لا 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 علاقتي بحسين الحمد لله كويسه. بس في الملعب كتكون شويه المنافسه بس. بس هو كيعطيني نصائح في الملعب وبرا الملعب. هو اخويا الكبير والله. نعم. هو جدع معاك كثير والله. والله خلاص انت بدات والله. تعرف مصري دلوقتي يا رضا؟ لا لا الحمد لله. قول لي بقى لما جه يحيى عطيه الله وجي اشرف داري، انت بقى بقيت العمده بقى اللي بتعرفهم بتفهمهم بتشرح لهم اكيد. ده بس كابتن شوبير انا كابتن عليهم. ايوه صح هو كابتن. طبعا يا كابتن. طبعا هو كابتن عليهم. طبعا انت عارف نادي الاهلي الادبيه. طبعا طول عمرك انت الادب. يقدروا يتكلموا معاك؟ محدش يقدر يتكلم. يا رضا؟ لا لا ما فيش حد يقدر يتكلم معايا. كابتن عليهم. لا لا. مين كان اصعب في التاقلم؟ او مين كان اسهل؟ يعني مين اللي خدع الجو بسرعه؟ يحيى ولا اشرف؟ لا 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 اشرف خد تاقلم بسرعه. يحيى لي شويه. والله؟ يحيى تحس ان هو مكسوف على طول يا كابتن. مكسوف ها؟ تحس ان هو مكسوف على طول لحد دلوقتي. والله. لكن اشرف تاقلم بسرعه. طب طمنا على اشرف يا رضا، انا عارف انت من اقرب الناس ليه، طمنا عليه. اشرف ان شاء الله بعد ما رجعوا من الاجازه غادي يتمرن معنا. بس هو الحمد لله دلوقتي كويس. كويس ها؟ بيدير جلسات وبيتمرن لوحده. لا الحمد لله كويس دلوقتي. اموره كويسه. الحمد لله.
رضا يعني بص بتلعب ما بتلعبش، جماهير الاهلي بتحبك وبتثق فيك وعارفه امكانياتك، لكنه قول لي ايه اللي مأخرك شويه؟ كابتن شوبير بصراحه احنا كنت برنو كويس في الاول وفي الاخير، كيف قطار والرجل لو عايزين يلعبنا يلعبني، مش عايز يلعبني ما يلعبني، اهم حاجه هو خاصني نكون متمرن كويس وراضي على نفسي. نعم بتزعل ساعات وانت خارج، الناس بتحس انك بتزعل، بس الناس دايما بتقول انه ده زعل ملعب يا حسين، انه انت عايز تبقى موجود في الملعب فتره بالزبط. اطول، عايز ما تغيرش، عايز تنزل بدري شويه. انا بتكلم صح يا حسين ولا غلط؟ صح يا كابتن صح. هو مش رضا بس، هو اي لعيب يا كابتن، اي لعيب بيزعل. وعلى فكره يا كابتن لو اي لعيب ما زعلش يبقى ده صحيح، يبقى ما هو ما مش في دماغه اي حاجه اصلا، يبقى مش فارق معاه اصلا النادي، ولا فارق معاه نفسه، ولا فارق معاه اي حاجه. واضح انك حابب تلعب اكتر، حابب تبقى في الملعب لوقت اكتر يا رضا، صح كده؟ صح. طيب عايز اسالك يعني العلاقه الجميله اللي بينك وبين جماهير النادي الاهلي بتفسرها بايه؟ طبعا عايز جمهور الاهلي بيحبني، بس لازم كابتن شوبير انا خاصني ندي لهم شويه من الحاجات اللي ادوني بزاف، خاصني نكون كويس في الملعب ونكون راضي. نعم. الفتره اللي جايه هتعمل ايه عشان يبقى وجودك في الملعب اكتر، تبقى اساسي؟ وفي ناس قالت ان رضا سليم بيفكر انه يمشي من النادي الاهلي، ايه صحه هذا الكلام؟ لا 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 والله كل شيء كذب، والله ما فيش الكلام خالص. لا 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 خالص. انت اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي؟ نعم بس لازم نتمرن كويس، بس العب في النادي الاهلي ان شاء الله. نعم حسين الشحات، حسين حبيبي، حسين حبيبي يساعدني، حسين حبيبي نينجا. نينجا هو شايف انه نينجا صح ولا نينجا مضروب؟ نينجا نينجا، لا لا صح نينجا صح. نينجا نينجا كويس. حسين قال لي انك حاولت كتير انك تصلح بينه وبين الشيبي، لكن الظروف ما كانتش بتسمح. اعتقد انت من اكثر الناس سعاده بالصلح اللي حصل امبارح يا رضا. حسين والسحاج هما الاثنين كويسين، بس كان شويه ديال الزعل. بس الو دلوقتي كويس، هما اخوه مع بعضهم، هذه اهم حاجه. تمام الحمد لله. طيب قول لي ايه 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 اللي بيعجبك في حسين الشحات يا رضا؟ بيحب الناس بيحب كثير الناس. قبل ما يحب الخير لنفسه يحبوا الناس فعلا، هذه الحاجه اللي في حسين كويسه والله، وما بيزعلش على اي احد. بيعزمك يعني جدع معاك وحاجات دي، بيوجب يعني بلغه المصريين ولا لا؟ لا هو كويس والله، بيعزمني، عايز يجي، عايز نروح مع المحل شاي. محل انت اللي بتحال عليك، انت مش عايز تيجي. لبس لبس يا حبيبي، الشتو بقى، الشتو نازل اهو. الشتو نازل في المحل، تعالى بقى. رضا شايف الموسم بالنسبه للنادي الاهلي ازاي، وبالنسبه لك انت؟ احنا في بدايه موسم، ودايما بقول انا ان الموسم طويل وعدد المباريات كتيره جدا جدا، انت عندك بطوله الدوري وعندك الرابطه وعندك افريقيا وعندك حاجات كتيره جدا يعني. الموسم ما يكون سهل بالنسبه لاي فريق يواجه فريق الاهلي، اي عايز يبين القدرات ديالو، عايز يكسب احسن فريق في افريقيا. ان شاء الله احنا غادي نكونوا كويسين وغادي نكسبوا كاع البطولات ان شاء الله. ضربه الجزاء، وانا كنت بتفرج عليك من ايام الجيش الملكي، وهو مميز جدا في ضربات الجزاء جدا. احكي لي يعني فكرت ازاي، سددتها ازاي، شعورك ايه لما ضاعت؟ ده مهم جدا. رحت نضرب ضربه جزاء، انا هذيك هي الضربه بشاي، لو سالتي كابتن حسين يقول لك صح. بس لما ضاعت ضربه جزاء شويه كانت صعبه عليا. بالخصوص مع يعني نهائي، لازم كسبوا النهائي. بس الحمد لله كسبناه، ده كله على خير ان شاء الله. ده مميز فيها جدا، مميز جدا، مميز لان جداً. انا بتابعه من ايام الجيش الملكي، ده كان جايب جوان كتير، خد هداف الدوري، وكان جايب ما اعتقد ما ضيعتش ضربه جزاء انت في الجيش الملكي خالص يا رضا، صح؟ لا ضيعش واحده في افريقيا مع الجيش الملكي. واحده فقط. كويس جدا حتى في التمرين. لكن انت فكرت ازاي، او انت يعني شويه ما جاتش قويه زي ما انت عايز، شويه ما التوجيه. رضا بتفكر في الموسم الجديد ده ازاي يعني؟ ازاي انا عارف انه من الممكن ان شاء الله في حاله لعبك اساسي تبقى موجود في المنتخب المغربي، الكره المغربيه تطورت بشكل غير عادي غير عادي الفتره الاخيره. يعني احكي لي شويه عن طموحاتك السنه دي.
السنه هذه عايز نبقى ان شاء الله اساسي في الملعب ونجيب جوال كثير ونساعد الزملاء دي نكسبوا كل البطولات ونكون من الركائز ديال الفريق وان شاء الله نكون زي حسين ان شاء الله ان شاء الله احسن اخويا والله انت لعيب كبير جمهور الاهلي واللي انت بتشوفه منه ده والماتش العين وماتشات افريقيا وخصوصا الماتش الاخير بتاع العين وانا عارف ان الجمهور في المغرب برضو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيبقى ليه قوه شايف ان جمهور النادي الاهلي بقى عامل رعب للانديه المنافسه رضا وبصراحه كابتن اي فريق كيواجه الاهلي في الملعب تاعو كيكون صعب عليه حنت الجمهور ديال الاهلي جمهور كبير وكيساعدنا اننا نفوزوا يعني بسهوله مش بصعوبه نعم جمهور حسين عايز تقول ايه لرضا والله يا كابتن بص يعني هو رضا شهادة كلمه صح والله يعني هو عارف حاجه زي كده رضا اضافه كبيره جدا لينا نعم ده لعيب كبير جدا يا كابتن وبسم الله ما شاء الله عنده ميزه كمان اللي هو بيعدي من اي حد وبسم الله ما شاء الله كمان يا كابتن رجله الاثنين برده زي بعض اليمين والشمال عنده كويسه جدا حتى شفنا الجول بتاع الاتحاد وحتى شفنا الجول بتاع على ما اعتقد مش فاكر المصري ولا الاتحاد اللي عمله بالاوفر لا اللي هو رفعه بشماله لوسام في المصري على ما اعتقد رضا لعيبه من اللعيبه الكبيره يا كابتن واسمه ما شاء الله عنده سرعه وعنده بيعرف يجيب جول رجله يمين والشمال بيعرف يعدي واحد على واحد بيعرف ياخد فاولات بيعرف ياخد صحيح رضا لعيب كبير رضا لعيبه كبير يعني رضا يا كابتن الفتره الجايه بس يعني اديك شفت السنه اللي فاتت كان فارق معانا وجاب جوال وصنع وعمل فاكيد اكيد ان شاء الله الفتره الجايه اكيد ربنا اكيد شايل له الخير واكيد هيبقى موجود واكيد هو اللي هيلعب واكيد هيكسبنا ماتشات كتير قوي زي ما كسبنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قول لي وانت في مباراه قبل ما توجه كلمه لحسين وانت بعد مباراه العين او قبل مباراه العين مع سفيان رحيمي برضه بالتاكيد اتكلمتوا على الاهلي واتكلمتوا على الجمهور وانا عارف ان سفيان كان قريب جدا من الانضمام للنادي الاهلي احكي لي شويه كان مشاعره عامله ازاي؟ بالنسبه لسفيان رحيمي قبل الماتش تكلمنا قال لي يعني جمهور كبير لعيبه كويسين بس ما تكلمناش على يعني على الحاجه اللي كان غادي يجي الاهلي ولا ما يجيش قال لي هذا قدر الحمد لله انا جيت فريق اخر ولعبت مع فريق اخر قال لي بصراحه اي لاعب يتمنى يلعب في الاهلي وان شاء الله تكون كويس وما تزعلش والفرصه بتاعك تجي غادي تجي هو اخويا ومسيره موفقه ليه حبيبي رضا بتحب اكثر تلعب ناحيه اليمين ولا الشمال ولا بتلعب تحت راس الحرب؟ وبصراحه كابتن يمين شمال مع بعض وما فيش مشكله اي مكان العب فيه بنبدل عادي في الملعب بيبدا يمين شمال عادي بنبدل عادي اي حد بيبقى بادئ كله بيبدل مع بعضه بنبدل مع بعض عايز تقول ايه لحسين؟ حسين اخويا وحبيبي وان شاء الله مسيره موفقه وتكسر الدنيا ان شاء الله نينجا بحبك اخويا والله حبيبي اخويا وانا كمان طب هو بيقول عليك نينجا وكل الناس بتقول عليك نينجا بتقولوا ايه على رضا سليم؟ رضا هو هي سنجل يا كابتن سنجل هي سنجل بس سنجل. كله هو رضا سنجل هو اول ما تشوف رضا لازم سنجل. كله سنجل اول ما تسمع اي حد من سنجل تعرف رضا جاي خلاص رضا. خلاص هو رضا سنجل عامل حاله من المرح في عسل يا كابتن عسل دمه خفيف ومحبوب من الناس كلها 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 يا كابتن والله يعني بص هو قاعد الناس كلها الفرقه كلها بتحبه الناس كلها عايز تنظر دخل في الفرقه بسرعه جدا في ثانيه هو جميل هو بياكل اكتر حاجه بيحب ياكلها ايه الاكلات الشعبيه رضا فراخ 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 ايه فراخ عندكم يا جماعه رضا طب والحواوشي اخبار ايه بتاكل حواوشي يا رضا حواوشي فراخ بس فراخ اكثر حواوشي انا وكلهم ريحه بشي ودمه خفيف حبيبنا رضا بشكرك انك اختصتنا بالمداخله دي وان شاء الله السنه دي نبارك لك كتير على تالق وعلى اهداف كتير باذن الله ان شاء الله رضا سليم نجم النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا تيجي نرجع للسوشيال ميديا يلا نرجع للسوشيال ميديا مع اللي منورنا كابتن حسين الشحات عمرو عرفه على اسم مخرجنا الكبير عمرو عرفه بس عمرو عرفه المخرج الكبير ده زملكاوي كبير بس بني ادم جميل شريف عرفه اخوه كمان جميل مساء الخير كابتن شوبير عايز اسال نينجا هو ايه اللي ينقص الاهلي انه يستمر في مستوى عالي وثابت لفترات اطول دون التاثر بضغط المباريات جاوب اكتر من كده لا انه يعني مثلا تقوم جاي عامل الشوط الاولاني في سيراميكا فل ماتش اسف الشوط الاولاني في زيت فل الشوط الثاني في سيراميكا فل ماتش العين كله فل هو عايزك بقى تاخد الماتشات كلها يعني مش يعني انت قلتها بس انت المشكله انت مش عايز هو ده الرد اللي انت بتقول ضغط المباريات لا ده اكبر غلط يعني معلش
تعال اتفرج دلوقتي على الدوري الانجليزي والدوريات كلها العالم كلها بيلعبوا كل اسبوع وبس ممكن كل فتره يلعبوا ماتش في دوري الابطال فخلاص فانت بيبقى عندك راحه بتقدر تعمل استشفاء هنا ضغط مباريات كتير عندك انت معلش مع سوق ارضيه ملاعب بالظبط مع حاجات كتير مع سفر مع حاجات كتير دي صحيح. دي عامل انا مش هقول لك لا بس احنا دايما بنتمنى ان احنا نبقى في اعلى مستوى يعني. اتمنى اشوف حسين في مستواه اللي كان فيه مع العين الاماراتي لا هو صار في ماتشات كتيره اكتر بكتير من العين الاماراتي ما شاء الله اللعب بالحريه وثقه والتوفيق ان شاء الله طبعا انت بتبقى متأيد شويه في النادي الاهلي؟ لا خالص 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 لا. يعني راجل مديك الحريه طبعا طبعا تمام متحرك يمين بالظبط واحنا بنبدل دايما يعني مفيش مشكله لا خالص طيب. مفيش اي حاجه اللي بعد انا دمي فلسطيني يا مليون مرحبا بيك ومليون مرحبا بصوره وسام ابو علي ومليون قبله على جبين كل شخص منكم يا رب ان شاء الله طبعا حتى لو كنت مصري وبتقول كده فانا بحييك وبشكرك يا رب ورب انصرهم يا رب اللهم امين ويرجعهم يعني يا رب الاهلهم منصورين محفوظين يا رب. ده حازم حسن مساء الخير والسعاده عليك كابتن شوبير السؤال اللي نفسي اساله هو الحسين ومش الحسين الحسين ومش الحسين في نفس الوقت السؤال يعتبر موجه للكابتن حسام حسن الحسين انا مش فاهمها انت فاهمها بيقول لك يا كابتن اللي هو السؤال اللي نفسي اساله لحسين وفي نفس الوقت مش لحسين عايز اساله لكابتن حسام حسن انا قريت اللي هو الحسين هو يعني هو ملخبطه شويه هو انت ايه اللي فاضل تعمله تاني عشان تكون موجود في منتخب مصر وعايز اقول لك انت لعيب كبير ومحترم وربنا هيعوضك خير ان شاء الله عشان انت من اصول عايز تعلق ان شاء الله لو مش عايز تعلق ما تعلقش والله يعني ما اكيد هعمل اللي عليا واللي عايز ربنا يكون في الاول ان شاء الله شكرا يا حازم اللي بعده احمد علي ابو عنز مساء الخير كابتن شوبير تحياتي للنينجا الاول لقب النينجا ده بيعجبك بتحبه طبعا. مين اللي طلعه عليك كان ايمن الكشف والله حلو انا بحب قوي المعلقين اللي بيطلعوا مستر كولر برضو دايما دلوقتي ملوش الا نينجا والله نينجا سؤالي لكابتن مصر والاهلي حسين الشحات انت الموسم ده مختلف مبدع متالق هل السبب كولر ولا الخوف من دكه الاحتياطي حلو والله طبعا سؤال حلو جدا يعني مش هقول لك لا يعني السبب اللي احنا السنه دي داخلين على موسم يعني مش هقول لك استثنائي لا موسم كبير جدا وموسم فيه تحديات كتير الدوري مختلف انت عندك كاس عالم عندك دوري عندك خلاص مع طبعا كاس مصر عندك افريقيا عندك افريقيا عندك حاجات كتير فانت لا دلوقتي حسين عايز يحقق اكتر من اللي حققه السنه اللي فاتت انت كل سنه بتبقى مختلف عن السنه اللي بعدها الضغط بقى اللي انت كنت بتتكلم عليه دلوقتي نظام الدوري السنه دي انا دايما بقول الدوري متكلفت يعني انت ايه هم 17 لازم مباراه و8 ولازم تكسب هل تقدر تحقق اللي حققته السنه اللي فاتت 21 22 مباراه ورا بعض لحد ما ضمنت الدوري ولا شايف انه الامر صعب ان شاء الله اتمنى ان احنا نحقق الماتشات كلها باذن الله طيب البدايه بالفوز بمباراتين ومباراتين دمهم تقيل سيراميكا وزد من الفرق الثقيله طبعا ادى ثقه شويه للفرقه طبعا كابتن انت ماتشات الدوري دي كلها دلوقتي كاس مش دوري كاس حلو طبعًا. ده طبعا هل حققت كل احلامك مع الاهلي وكولر ولا لسه قدامك طريق طويل لا طبعا لسه حاجه كاس العالم لان انت حلمك تفوز بكاس العالم طبعا انا اخدت مركز ثاني مع العين ومركز ثالث مع الاهلي ثلاث مرات في بطوله الانتر كونتيننتال عندك بطل غالبا امريكا الجنوبيه يعني كسبان منه من كسبان منه واذا ربنا اكرمنا بامر الله لاعب ريال مدريد ان شاء الله خلينا في المباراه الاولانيه كاس التحدي كاس جديده يعني شايفها ازاي؟ مباراه صعبه بطوله صعب. دي بطوله جديده يا كابتن بطوله التحدي بطوله جديده بكاس برضه بكل حاجه فانت بتتكلم يا كابتن انت دلوقتي عشان كده بقول لك انت عندك سنة مختلفة السنة دي. انت البطولة الجديدة دي انت كسبت خلاص. نعم. ماتش وعندك ماتش تاني بنهائي برضه وعندك ماتش تالت ان شاء الله ربنا يكرم ونكسب بس الماتش الاولاني عندك ماتش ريال مدريد ان شاء الله بس نكسب الماتش الاولاني. نكسب الاولاني. ان شاء الله باذن الله. تمام. ابو علي الاهلاوي. ندعو الله مزيدا من البطولات مع الاهلي لكن اتمنى منك التركيز في الملعب والهدوء والتركيز في التفنيش امام المرمى. احنا المصريين والتوانسة والمغاربة احنا غيرنا اللغه يعني ايه والله فتلاقي اللغه الفرنسيه هم ايه يعني مفيش اسمها التفنيش هي الفينشنج فايه احنا غيرنا اللغه بس ده جميل ان الفينشنج او انهاء الهجمات امام المرمى بالتوفيق دايما يا كابتن ومنور بيتك كابتن شوبير بشكرك جزيلا هل انت فعلا احيانا ما بتبقاش مركز او ما بتبقاش هادي في الملعب لا 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 خالص بس في اوقات ما انا ما ببقاش موفق دي بتضايقني فهي دي ممكن اللي بتوصلني اللي انا ما ببقاش شويه مركز متنشن خلينا بالظبط كده مشدود شويه بالزبط. اللي بعد محمود لاشين سعيد بحضرتك كابتن شوبير وبابناء ولاعيبي الاهلي في قناتنا قناه النادي الاهلي والله لو تعرف انا فرحان قد ايه مهما انا اجيب الكاميرا عليا مهما اوصف لك من سعادتي ومن فرحتي ومن اريحيتي مش هقدر اقول لك بمنتهى الامانه
وانا والله يا حسين انا ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي، لكنه فعلا كل الحب لكل القنوات اللي انا اشتغلت فيها، واخرها اون تايم، وقبلها صدى، وقبلها مودرن، وقبلها سي بي سي، ولا بعدها سي بي سي، والحياه والدريم والتلفزيون المصري وكل القنوات دي، قناه 6 في طنطا عندنا، كل ده جميل جدا يعني. بس انا برضو اول مره ازيع سر، انا جالي عرض من احدى القنوات الخليجيه مش في السعوديه، عشان بس الناس ما تفهمش غلط يعني. وحصل حوار وكلام و و و وبعدين فجاه قفلت، اترد عليا كده رد مش لطيف يعني. وانا اصلا انا بحب اشتغل في بلدي، انا بحب جدا، بس قناه الاهلي ما كانش في دماغي خالص يعني. سبحان الله. بس سبحان الله ربنا عز وجل اكرمني ان انا ابقى موجود في مكان عشقي من زمان، حبي من زمان. بس كنت خايف انه هل ممكن تنجح ما تنجحش، هتتعامل مع قناه النادي ازاي. فاللي عامله معايا جمهور النادي الاهلي وجمهور كتير غير جمهور النادي الاهلي، انا اسف اتكلمت عن نفسي شويه. لا طبعا كابتن، حقك كابتن يوسف، ما شاء الله مسيره كبيره جدا، وربنا يكرمنا كلنا نوصل اللي انت ربنا يعزك يا رب. فانا اسف ان انا خدت وقت. احب انك توصل لهم ان احنا الجماهير منتظرين منهم كتير، وبنفرح بنجاحهم في انهم يفرحونا زي ما بنقف معاهم وبنساندهم. هي يعني رساله انه عايزينكم تفرحونا اكتر. طبعا جماهير الاهلي ما بتشبعش. طبعا يا كابتن، انا قلتها كتير وهقولها دايما طبعا. نعم. يعني. اللي بعد محمد خليفه فريد شوقي، تحياتي للناظر اللي عمل مدرسه في الاعلام الرياضي باسمه كاب شوبير. سؤالي الى بركات عصره حسين الشحات، جمهور الاهلي بيقدر الرجاله قوي، وانت ضحيت عشان النادي الاهلي كتير، بالنيابه عن جمهور الاهلي بيقول لك الف شكر الف شكر الف شكر. طبعا دي كلمه الكابتن الخطيب، وهو الاكونت بتاعه بصوره الكابتن الخطيب. الف شكر يا ساس. طب بس هو هنا الى بركات عصره، كلمه بركات دي تعجبك ولا انت تحب تبقى حسين الشحات؟ طبعا يا كابتن، يعني كابتن نعم. بركات لعيب كبير وما حدش يقدر ينكر حاجه زي كده، وطبعا ليا الشرف ان انا طبعا نعم. اكون زي كابتن محمد بركات. في تواصل بينك وبين بركات؟ حصل اي تواصل بينك وبينه قبل كده؟ فتره كبيره من فتره كبيره كده وبس يعني. قبل ما اروح لفاصل وانا بعرض في الاول، فعرضت الصوره الجميله بينك وبين المسلوسي، وكان اوباما موجود على فكره. اوباما كان موجود صح، وقابل هو طلع استلم، قلت له خد يلا اوباما، يلا خد يلا، انا بحب اوباما، خد يلا اوباما. تقريبا اول مره اشوفه يعني، واول مره اشوف المسلوسي كمان يعني. فقلت له يا ده انا كنت عامل مسابقه عندي في القناه لما كنت في اون، واخترنا الجون ده اجمل هدف. قال لي ايوه يا كابتن، عشان كده هم اختاروه احسن. قعدت اضحك. جميل، بني ادم جميل جدا يعني. لعيب ولعيب محترم ومن الرجاله حلوة. ولعيب كويس. طب اللي بنشوفه ده بقى بس في الماتشات نفسها بنشوف مناوشات وخناقات برايك سببها ايه؟ وهل ده بيعكس العلاقه المتوتره ولا اصلا العلاقه غير كده خالص؟ والله يا كابتن بص، هي العلاقه كده كده في الاول والاخر، هو كل فريق عايز يكسب، وكل فريق عايز مصلحه فريقه، وكل واحد عايز بس في الاول والاخر انت بره الملعب خلاص. نعم. ما فيش اي مشكله ومفيش اي حاجه عادي، والدنيا عادي والدنيا في تمام. اتصالات يعني مثلا انت وزيزو، يعني من الحاجات اللي تتقال انه يعني انت ما بتاخدش فرصتك قوي في المنتخب، لانه محمد صلاح ربنا يبارك له يا رب، ومرموش كمان عامل ربنا يزيدهم يا رب ويكرمهم دايما ومشرفينا باذن الله. بسم الله ما شاء الله، نفسي يكون عنده. فصلاح امبارح مكسر العالم. بسم الله ما شاء الله. مرموش النهارده مكسر العالم. فوجود صلاح شويه مقلل، وجود زيزو كمان ولاعيب كبير طبعا ما فيش اثنين يختلفوا عليه، لكن شكل العلاقه ده ممكن ما اثر عليك شويه في المنتهى. شكل العلاقه بقى اللي بينك وبين زيزو عامله ازاي؟ الناس عايزه تعرف ده. والله خالص يا كابتن مفيش اي مشكله خالص. اصحاب بتكلموا؟ يا بص، من فتره كبيره. لا من فتره كبيره اتكلمنا وكنا بنتكلم مع بعض عادي. بس وكده بس عادي يعني، مفيش اي حاجه بيني وبينه، احنا في الاخر زمايل واخوات وصحاب. فمفيش اي حاجه في اطار المنافسه. طبعا طبعا. مين اقرب واحد ليك من لعيبه الزمالك يا حسين؟ فتوح. فتوح طبعا. فتوح جاري واخويا وصاحبي. والله كنت متعاطف معاه في ازمته؟ طبعا. طبعا يا كابتن. حاولت تزوره مثلا او طبعا. كنت كلمته بصراحه. كلمته. فتوح يعني من الشخصيات اللي جدعه قوي يا كابتن، ومحترم قوي وراجل قوي. فطبعا اللي حصل يعني ممكن يحصل لاي حد، وارد طبعًا. في الدنيا كلها طبعًا. مش لازم لعيب كوره لاي حد طبعًا. وبتحصل كتير يعني. نعم. بس في الاول والاخر انت المشكله اللي انت دايما لما بتبقى حد مثلا مشهور يعني، مش بتكلم على الانجليزي اون ذا سبوت يعني تحت الاضواء. نعم. بالظبط. المشكله انت ما بيكون حد مش لازم حتى لعيب كوره. نعم. بتبقى معروف ما بيحصل حاجه، فانت ما بتيجي تتكلم فالناس بتفتكرها حاجه تانية، والقصد بيبقى حاجه تانية مختلف. بس في الاول والاخر مش لازم تحمل، هو اصلا الانسان عامه بيبقى اصلا الضغط اللي جواه ممكن طبعًا ينفجر طبعًا. ممكن يحصل له اي طبعًا. حاجه الله اعلم. زي احمد طبعًا. رفعت الله يرحمه. نعم. زي كابتن هاب جلال الله يرحمه. طيب يا رب ارحم يعني. يا رب ارحم. قبل ما اروح لفاصل، الجون
اللي نفسك تشوفه لنفسك. يعني انا مثلا عندي شريط فيديو طبعا عملته بقى على فلاشات وبتاعته والحاجات دي كلها، فبتفرج على صدات كده معينه لنفسي، يعني مثلا الكره الاخيره في ماتش مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم دي ممكن اتفرج عليها 450 الف مره، بفرح جدا جدا بيها. يعني في كوره مثلا في ماتش ايرلندا في كاس العالم، في شويه حاجات كده تبقى ذكرى جميله انا بحبها. انت اكيد في جول، في هدف سجلته، سواء بقى احنا في الاخر هنسالك عن افضل ثلاث اهداف، بس في جول انت سجلته تقول لي انا نفسي اشوفه دلوقتي قبل ما اطلع فاصل. سؤال صعب شويه والله. بص يا كابتن، الحمد لله يعني ربنا كرمني، عندي عندك ما شاء الله اهداف كويسه الحمد لله، وانا بحبها عندنا كام؟ 58 هدف مع الاهلي، 241 مباراه و106 مساهمه، الحمد لله، فعندي اهداف كتير فبحبها. بس طب اساعدك شويه؟ ماشي. السوبر الاولاني بتاع الزمالك اللي خدتها من فوق وشطها، ما كنت لسه اقول لك دوت برضو من ضمنهم، ورجعت، بس انها ترجع لك وان انت تكمل، لانه هي لو ما كملتش الكوره، انا كملت في الكوره كانت شتني، لسه كان الجمهور كمان كان بدا يرجع في الفتره دي، كانت بدايه الرجوع الجمهور رجع فيها بالظبط. نروح لفاصل، يلا بينا ونرجع تاني مع اللي منورنا النينجا حسين الشحات. الجول الثاني اللي جابه في ماتش العين الاماراتي كان رائع، جون الوداد طبعا، يعني جون الوداد كان لعب بيه بطريقه حلوه قوي، وخد يحيى عطيه الله يعني، لا كان جون جميل جدا بصراحه، وكان اجمل هدف على ما اعتقد في الدحيل القطري. ممكن جوله في الزمالك اللي هو شمس فيه حمد النجاز، كان فايلر مدرب الاهلي، كل اهدافه في الزمالك طبعا. الجون اللي هو جابه في الاتحاد في كاس العالم للانديه اللي هو الجون ضد الاتحاد كان جون جميل جدا. جونه مع الوداد لما رقص عطيه الله، بس نعتذر لعطيه الله عنه. وجونه مع الزمالك لما شمس حمد النجاز، رغم انه اطول منه بمراحل يعني. الجون اللي جابه في الاتحاد جد الار 2 ايوه. الجون اللي جابه في الوداد في لما كان في مصر لما فرش اللعب مرتين اتنين على الارض. الجون اللي جابه في الاتحاد في بطوله ايه ده؟ الاتحاد السعودي كاس العالم للانديه اللي في ماتش ال 4-1 بتاع الزمالك، كان تقريبا السنه اللي فاتت، اللي شاط الكره خدت ايد محمد صبحي ودخلت. النينجا بتاعنا حسين الشحات، النجم بتاعنا والفاكهه بتاعت النادي الاهلي، وهو امام عاشور واللعيبه كلها، ومختار النادي الاهلي الحالي. اقول له سيكو. ليه بقى؟ لان هو من السلام، وده الدلع اللي هو بيحب يقوله على طول، هو سيكو اللي هو من السلام. اقول له الجزار. الجزار بتاع الفرق الثانيه يعني دايما بينزل، كوره قتله بجد يعني، كور حلوه وقتله ومهاره ومهزه ومحترم. هو في لقب مشهور ان هو النينجا، بس ممكن اقول له برضه ان هو قناص، لان هو بينهي جدا. والله هو في لقب، بس طبعا هو اللقب ده كان الكابتن الكبير صالح سليم الله يرحمه، يعني الكابتن المايسترو، فانا بهدي اللقب ده للكابتن حسين الشحات. شكرا للزميله نورهان طمان على هذا التقرير من داخل النادي الاهلي. بالتاكيد حسين لما بتشوف حب الناس كده الناس بتضحك، يعني لما بنقول اسم حسين تحس في حاله من الرضا، يعني محدش ايه، محدش بيعتب عليك، محدش لا كمان بيناقشوك لك الجون بتاع يحيى عطيه الله، معلش يا يحيى عطيه الله، معلش يا يحيى، مش انا يا يحيى. اتكلمتوا مع بعض في الجون؟ لا خالص والله. يعني كان في مره بس كان ياسين كان المحلل كان جه طبعا الكابتن. بص هو اصلا قبل الماتش دوت قفشه كان عمال يقول لي، بيقول لك ايه، لو رحت روح كده واطمع في كوره، اطمع في كوره. جت معاه هو.
راح جه بعدها قال لي انا بقول لك اطمع اطمع انا رايح معاك للجون. قلت له مش انت اللي قلت لي؟ طيب قفش. قوي قوي قوي. بس اللي معايا على التليفون طيب قوي كمان حبيبك. هو شويه يعني ايه كهربا؟ لا خلاص مش عارف مش عارف. يلا اشتغل اشتغل مذيع. الو الو. ها توت انت مقومني من على الاكل انا جعان خد بالك يا اخويا بس عشان خاطرك اعمل اي حاجه حبيبي يا اخويا. انت قلت له يا ايه؟ فولت توت توت توت. ده غير الفولت؟ ما هي الفولت توت بنفضل نقولها له الاثنين مع بعض يعني. والله؟ يا كابتن شمير انا عندي اسامي كتير قوي يا كابتن. ايه يا كهربا؟ مش هقولها ها؟ مش هقولها. اوعى. ايه يا كهربا؟ وحشني يا كهربا. عامل ايه يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ وحشني والله. يعني دلوقتي انت الفولت. لا اسامي كتير بس ما ينفعش على الهواء بقى. طب قول لنا اسمين ينفعوا. ما ينفعش. لا يا كابتن ما ينفعش. طب ما احنا يعني الكهرباء خلاص عارفينه، الفولت عارفينه، التوت عارفينه. ده اخرنا اخرنا؟ كابتن معلش. طيب خلينا كده اخرنا يا كابتن. اخرنا كده اخرنا. خلاص معنا اخرنا. عدت على خير. عدت الازمه على خير يا كهرباء؟ ما فيش ازمات يا كابتن. لا المشكله كان في مشكله وخلصت يعني. خلينا نطمن الناس لما تيجي على لسانك بتبقى مهمه قوي. والله يا كابتن يمكن طبعا يعني اول مره نسمع منك انت بقى احكي شويه. يمكن انا بشكر حضرتك طبعا يعني مش غريب على حضرتك طول عمرك واقف في ظهري ومعايا طبعا كل حاجه حلوه مهما ما يحصل لي. انا حاجه انت انا عارف معتبرني زي مصطفى الشبير على طول والله طبعا العظيم. يمكن طبعا انا بحب حضرتك ايه. ربنا يخليك كهربا. ويمكن يعني انا طول عمري ربنا بيبتليني بحاجات في الحياه كلها ازمات كلها الحمد لله انا مشاكل يعني. انا بحمد ربنا طول عمري ان اي حاجه بتحصل لي ابتلاء تبقى في مشاكل ما تبقاش في جسمي. نعم. يعني ده انا بحمد ربنا عليه. فالحمد لله الازمه عدت على خير. وطبعا يعني اللعيبه كلها كانت واقفه معايا واقفه ورجاله طبعا وكابتن محمد رمضان طبعا يعني شخصيه جميله جدا وكابتن سامي مصطفى فكلهم كانوا يعني معايا كويسين قوي يعني فالحمد لله على خير. كهربا الحقيقه انا قلت هنا قلت لك كهربا كره في ملعبك وانت هترجع هتلاقي كابتن رمضان ناسي الموضوع تماما. هو ادى دوره كمدير رياضي او مدير كوره عمل العقوبه اللي كانت موجوده عليك وانت تقبلتها. لكنه هل بالفعل زي ما انا قلت انت رجعت لقيت الكابتن رمضان ناسي الموضوع وكانه مفيش حاجه حصلت؟ هو دي حقيقه كده. نعم. دي حقيقه الموضوع اصلا يعني انتهى على طول. ما يعني انا كنت يعني بعد الماتش انا كنت مبسوط قوي كنت فرحان حابب يعني زمايلي ساعدوني في الموضوع ده جامد جدا ومش غريبه عليهم يعني يمكن كلهم اخواتي يمكن بيساعدوني طول عمرهم. فالماتش ده خصوصا عشان خاطر يعني موت نفسيهم عشان خاطر سامي وعضيع كده هم طبعا يعني بينا وبين بعض عشان ارجع تاني اتمرن وموضوع يتقفل على كده ويتشال نص الغرامه. فكلهم بصراحه يعني من اول الشناوي وكان السولية وحسين وامام وعمر كمال وياسر لعيبه كتير قوي يعني. نعم. وقفشه عشان ما فيش حد طبعا ومصطفى شوبير عشان برده ما. نعم. كلهم يمكن يعني قعدوا 3-4 ساعات مع كابتن محمد رمضان. حصل كتير في يوم المشكله ما رضوش يناموا دول حد اللي انا ما روحش. نعم. فالحمد لله اتفقوا على اتفاق وطبعا انا يعني ما استغربتش حد واللي كابتن محمد رمضان قال عليه واللعيبه طبعا قالت عليه خلاص انا معاكم في اي حاجه برضه في الاول والاخر احنا كلنا اهل واسره واحده. والحمد لله ده اللي حصل يعني وربنا كرمنا بالبطوله والحمد لله. 50% اتشالت. انا سمعت ان انت قلت له بعد ماتش العين شيل 50% دي كمان ونخلص بقى يا كابتن. والله يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن حسين عارفها. قول. انا ما اعرفش حاجه في البنك عن حسابي في النادي خالص. والله العظيم يا كابتن. ما اعرفش حاجه عن فلوسي في يعني تبع حساب النادي للبنك ما اعرفش اي حاجه خالص. فعلا. يعني انا مش مركز في موضوع الفلوس مع النادي خالص والله يمكن حسين يقول لحضرتك على الموضوع دوت واللعيبه كلها عارفه الموضوع ده يمكن ما بركزش في موضوع الفلوس لان الواحد احنا مبسوطين يا كابتن يعني يمكن احنا فرحانين ان احنا جوه النادي الاهلي وان احنا مهما يحصل في الدنيا احنا هنفضل برضه طول عمرنا ولاد النادي الاهلي. طبعا. فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي والله العظيم مش كلام يمكن انا اكثر انسان او اكثر لعيب كوره في مصر اتاذيت. نعم. في الماديات ان انا اتخصم مني فلوس كتير قوي واتاخد مني فلوس كتير قوي بس ان انت حضرتك مثلا صاحي من النوم رايح النادي الاهلي وبتكمل شغلك على اكمل وجه وان انت مبسوط جوه النادي الاهلي والناس كلها بتحبك هي دي السيره اللي بقى يا كابتن والله العظيم. طيب كهربا هسال حسين الاول. اظن نزول كهربا الماتش اللي فات يا حسين بيمثل له شيء كتير وشيء مهم جدا جدا انه ناس كتيره شككت وناس قالت خلاص لكنه بحس ان الكولر بيتعمد يروح له كابتن رمضان بيسلم عليه بشكل جيد. نزوله حتى في الملعب بيدي اولا موقفكم كلاعيبه
وده اتعرف الحقيقه انتوا وقفتوا وقفه قويه جدا جدا جدا. المدير الكوره كان بسم الله ما شاء الله كابتن محمد رمضان موقف او المدير الرياضي موقف صارم كراجل مدير ويستحقه يعني طبعا. وانتوا كمان كلاعيبه وتعاطفكم مع كهربا وقال لكم اكسبوا الغرامه هتبقى النص وخلاص هنقف على كده يعني بالزبط. لكنه النقاط دي كلها مع بقى عوده كهربا الماتش اللي فات. بص والله يا كابتن يعني انا هبدا نقطه بس من بتاع كابتن محمد رمضان طبعا يعني انا حابب اشكره جدا بصراحه من الشخصيات الجميله والمحترمه معانا يعني ساعه ما جه جدا يعني بيعملنا كلنا باحترام وادب وكل واحد صحيح. وفي نقطه الكهرباء بالذات يا كابتن كمان كابتن محمد رمضان كان مبسوط باللي بيحصل كان مبسوط قال لك انا مبسوط ان انتوا قلبكم كلكم يعني على زميلكم ان انتوا كلكم بتحبوا بعض وانا دوت انا شفته قال لك انا شفته حلو. من اللي حصل قدامي احنا هو كهرباء عارف احنا قعدنا ثلاث ساعات والله يا كابتن كده وبس هو كابتن محمد كان واخد قرار بس هو بصراحه يعني هو بقى حتى ما جابش سير الكهرباء ولا هو خالص يا كابتن قال لك خلاص انا خدت القرار فدوت هيتنفس بس انتوا عشان انتوا جيتوا كده انا لو ان شاء الله كسبنا البطوله 50% وبصراحه الشناوي يا كابتن يعني كان واقف وقفه قالوا لي يعني عارف. من قبل ما احنا نروح هو كان قاعد يعني احنا من بعد العشاء هو قاعد كابتن طبعا 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 يا كابتن صراحه هو والسليه ورامي ومروان وياسر وقفشه وامام وعمر كمال وانا ومصطفى شوبير كتير يا كابتن كلنا كنا قاعدين يعني كانت القعده كانت كبيره عند كابتن محمد وكابتن محمد صراحه كان بساعة راحة كده كابتن كان مبسوط يعني انت راح لواحد كابتن المفروض له عنده قرار بس هو كان مبسوط اللي احنا بنتكلم معاه هو بصراحه يعني احنا ما حدش كان متضايق ولا حد كان زعلان احنا كنا بنحاول عشان زميلنا واخونا في الاول والاخر بالظبط الدنيا يعني كانت ماشيه بالحب هو بصراحه قال لنا خلاص انتوا لو كسبنا ان شاء الله 500,000 فاحنا كنا واخدين يعني كلنا كنا نازلين عشان خاطر كهربا ربنا يكرمنا نكسب عشان ربنا كرمه كهربا نزولك الماتش اللي فات ولعبك ولو جزء في المباراه لكن انا حاسس انت بتجري وبتحاول لكن حاسس بعد المباراه انه وكان الروح ردت لك ثاني يا كهربا كابتن يمكن طبعا يعني دي حاجه مبسوط بيها ان انا طبعا نزلت وشاركت بس يمكن قدام حضرتك اهوت والله يمكن عشان برضو يعني يمكن ناس كتير قوي من الجمهور ما بتشوفوش التمارين عندنا بتبقى عامله ازاي يمكن حسيني يقول لحضرتك انا من اول الموسم انا بتمرن عامل ازاي وبدخل الجيم والله العظيم بتمرن كويس جدا لان انا عارف انا مش يعني في اي وقت هيجي لي فرصه ان انا ممكن العب 90 دقيقه فانا عايز ان انا خلال 90 دقيقه ابقى جاهز يعني انا بتمرن للهدف دوت بس طبعا انت عارف حضرتك ان لعيب الكوره حضرتك طبعا كنت لعيب طبعا وعارف ان لعيب الكوره لازم في استمراريه في الملعب ان هو يلعب ماتشات عشان خاطر يجيب نفسه يجيب البدن بتاعه مش تمارين بس يعني ده الموضوع بس لازم اوصله للجمهور لكن انا ككهرباء في التمارين انا ما بقصرش خالص بتمرن كويس جدا وحسين يشهد ويمكن قدام حضرتك وبتمرن تمارين جامده جدا ان انا ابقى عشان نفسي لان انا في اي لحظه هبقى موجود وهساعد فرقتي بس فانا الفتره اللي فاتت دي طبعا مبسوط ان انا نزلت طبعا الماتش اللي فات طبعا ومتذكر طبعا يعني بيديني الثقه وان شاء الله يعني اللي جاي كله حلو يعني باذن الله فورمه يعني. الماتشات غير فورمه التمرين خالص يا كهربا اعتقد بالنسبه لي انا والله كابتن يعني انا بقى كجسم انا ودايما بقولها للعيبه وبقولها للكوره دايما انا كشخصيتي او جسمي مش بتاع تمارين ان هو انا ممكن اتمرن جامد قوي ممكن اتعور لكن ممكن العب ماتشات كتير قوي بتاع ماتشات في لعيبه كده انا بتاع ماتشات في لعيبه بتاعت ماتشات نعم في لعيبه بتاعت ماتشات لكن في الاول والاخر برضه هو المدير الفني بقى طبعا وليه كلمته فانا ببقى جاهز دايما في اي وقت وبتمرن كويس بس تالق وسام ابو علي شفته ازاي كهربا لا والله يمكن انا مبسوط له جدا يمكن وسام اخويا الصغير طبعا عشان فرق السن هو عارف انا بساعده ازاي من اول يوم بساعده جدا ودايما بحفزه ودايما بقول له على حاجات كتير قوي قبل الماتشات يعملها فهو بالنسبه لي اخويا وانا فرحان ومبسوط لان في الاول والاخر احنا كلنا واحد في النادي ولما بنكسب بعد الماتش كل الفرقه كده فانا مبسوط له قوي ان هو متالق وان شاء الله طبعا هو يعني الفتره الجايه هيبقى اجمد وقت ان شاء الله المنافسه السنه دي على الدوري شايفها اصعب من السنه اللي فاتت؟ طبعا يعني يمكن احنا كل سنه والله كابتن بتبقى يعني مش منافسه على الدوري خصوصا كل البطولات اللي بتدخلها بتبقى صعبه يعني غير السنه اللي فاتت لان حضرتك مطالب ان انت يعني السنه اللي فاتت خدت مثلا بطوله لازم السنه دي تاخد ثلاث اربع بطولات مظبوط صحيح السنه الجايه واحنا الحمد لله يعني والله يمكن 20,000 كلمه يمكن شفتها على النت من يومين احنا الناس مفكره ان احنا شبعنا بطولات لا احنا ما بنشبعش بطولات لان حضرتك احنا بنبقى جعانين بطولات عشان خاطر الجمهور النادي دوت الجمهور النادي ده اللي واقف معانا كلنا في ازماتنا لازم يفرحوا فاحنا ما بنشبعش موضوع الغرامه القديمه هل فعلا لسه عليك مبلغ ولا الموضوع خلص؟
انا مش عايز اتكلم الموضوع ده بصراحه كابتن، بس انا بقالي فتره يعني بقالي اكتر من 8 شهور في الموضوع دوت، لا لسه في مبلغ كده، فبس يعني ده يعني ان شاء الله خير يعني قريب يخلص ان شاء الله خير باذن الله يعني ان شاء الله. عايز تقول ايه الكهرباء يا حسين؟ والله كهرباء القلب الطيب، والله بتاع القلب الطيب. اه والله يعني انا عايز اقول له حاجه كابتن، بس انا اسف. قول قول. عمال اسمع واقرا كل شويه تقول انت وامام الصلاه والقران والصلاه الفاتحه. صح ده بيصلي معانا الفجر يا كابتن. صح والله. لا اقول لك حاجه، هو اصلا انا ما نسمعه اكتر صلاه، اكتر صلاه بيصليها الفجر يا كابتن. طيب ولا نسيت، ولا نسيت مين اللي بياخدكم بعد صلاه الفجر؟ ايوه لسه اقول والله. بيجيب ايه؟ بيجيب لكم الفطار. لا اول فطار ننزل نفطر بعد بعد الفجر اوقات كتير. بعد والله الفجر والله مع الشاي باللبن بنفطر كده. هو حتى يجمعنا بعد الصلاه وبتاع، لو مش جاي نوم تيجي نفطر. بس هو متبني امام. هو متبني الفرقه كلها يا كابتن. لا بس امام يعني هو كابتن والله متبني الفرقه كلها. مفيش حد عايز حاجه بيروح لكهرباء. القلب الطيب. قلب الطيب والله. اي حاجه على كهرباء كابتن، على جدع جدع. لحد نفسك انت كده. انا كنت في اتحاد الكوره وهو كان لعيب في منتخب الشباب. انا كنت في اتحاد ولا كنت برا؟ لا ما كنتش في الاتحاد، كنت مذيع. وبعدين انا متابع البطوله فمصيطهم تصيط، فكلمته على الهوا قال انا عامل احتفاليه يوم كذا هتجيلي. فقلت له ده حقيقه. والله. فالمهم رحت. انا مصر قديمه بالنسبه لي، لها ذكريات، لانه حماي الله يرحمه كان عنده مصنع هناك في المدابغ، في وسط المدابغ. فهي في وسط مصر القديمه، فانا بحب الحاجات دي بقى. بس رحت بقى لقيت واحد مش شعبي، شعبي 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 شعبي، وعامل حاله في وسط الناس. فعرفت الواد ده، وانا متاسف بقول الواد ده انت ابني واخويا يعني. الواد ده وطبيعته وجدعنته واهل بلده اللي تعتبر بلد يعني. عزمنا برضه، عزمنا مره برضه هناك برضه. كابتن المره حضرتك الاولانيه ديت حضرتك احنا طلعناك بالعشاء، المره بقى اللي بعدها اللعيبه ما عرفتش تروح، كله راح حته بعيد سامع عربياتهم. والله العظيم ما كانش عارف يطلعنا. لا احنا عشان كمان كان لعيبه كتير وكانت عربيات ما كناش عارفين نخرج. لا هو العيال كانت بتنط على العربيه. هي الناس بتحبك. قفشه كان جايب عربيه جديده. قفشه تلاقيه كان هيموت على العربيه. كان لسه عربيه جديده كابتن عيلة العلو عليها وكان هيموت. هتوقع الجمهور الاهلي بايه يا كهرباء؟ والله يمكن انا مبسوط ان دخلت مع حضرتك طبعا ومع حسين طبعا اخويا. انا مبسوط جدا، وانا بقالي كتير اصلا ما اتكلمتش وكنت مختفي بقالي فتره. يمكن اوقع جمهور النادي الاهلي طبعا هم عارفين مدى حبهم وحبي ليهم قد ايه احنا الاثنين. يمكن انا هفضل طول عمري في النادي الاهلي. انا وعدهم الفتره الجايه ديت الالتزام وبطولات، مزيد من البطولات، لان انا لسه ما عملتلهمش 1% من اللي هم ادوهولي، الدعم اللي هم ادوهولي. فده اللي انا يعني اوعدهم بيه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. في اغنيه حلوه لشهر رمضان بيقول لك رمضان رمضان وحشنا بلحك وخشافك، فكهربا كهربنا كهربا كهربا وحشنا ترقصاتك واهدافك. قريب ان شاء الله، وحسين هو اللي هيساعدني ان شاء الله. وحسين هو اللي هيساعدك. عايز تقول له حاجه؟ والله يا كهربا يعني كهربا انا يعني اتعاملت معاه في حاجات كتير، في حاجات قريبه بيني وبينه يعني. كهربا انا بحبه، هو عارف حاجه زي كده. هو يتحب جدا جدا يا كابتن يعني، هو الفرقه كلها بصراحه يعني. بس كهربا من الشخصيات اللي بص يا كابتن يعني انت ممكن تشوفه من مشاكل تقول يا لهوي ده كهربا ده مقرف ده. اقسم بالله كابتن كهربا اغلب واحد في العالم والله، في العالم كله كهربا. واجدع واحد برضه ممكن تقابله في اي حاجه انت عايزها. كابتن كهربا معاك في اي حاجه من غير ما تطلب اصلا، هو معاك. ده صحيح، هو جدع ابن بلد. كهربا يعني ان شاء الله كهربا هيلعب، وان شاء الله كهربا هيسجل إن شاء الله. زي ما قلت الرضا وكهربا يعني من اللعيبه اللي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، من ربع فرصه مش فرصه، ربع فرصه بيعرف يجيب جول. انا واثق في كهربا، وان شاء الله كهربا. مين بطل الدوري السنه دي يا كهربا؟ معانا كويس ان شاء الله. حبيبي يا ساح، تسلم على الكلام الحلو ده يا ساح. كابتن يمكن مش جديد عليك طبعا يا ساح، انت عارف انت بالنسبه لي ايه. حبيبي اخويا. وبطل الدوري السنه ده كابتن النادي الاهلي، والنادي الاهلي ياخد كل حاجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وتبقى احد الهدافين. عايز تقول حاجه يا كهربا؟ عايز توصل اي حاجه للناس؟ انا ولا حسين؟ انت حسين اكمل معايا لسه. انا مبسوط ان انا اتكلمت مع حضرتك حبيبي يا كهربا يا جميل. مبسوط ان كنت مع حسين كمان، ربنا يكرمكم وحلقه ان شاء الله تبقى تكسر الدنيا. حبيبي يا كهربا. حبيبي يا كابتن. شكرا. ناخد بريك؟ تعبناك شويه النهارده؟ لا خالص، انا مبسوط ان انا معاك بجد والله. والله مبسوط. احنا اول مره نوصل للوقت ده، خلي بالك بس الوقت معاك بيجري. حلقه معاك جميله. ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل مع كابتن حسين الشحات.
سهرناك وتعبناك مش كده؟ معلش حقك بس احنا اجازه بعدين هتصل بدكتور احمد جاب الله بقى ده جميل دكتور احمد جاب الله جميل اعتقد ليه ادوار مع الفرقه كلها هامه جدا ومعاك بالتحديد اه كله والله يا كابتن يعني دكتور احمد يعني من الشخصيات اللي انا بحبها جدا يعني هو ودكتور وفائي ودكتور عم مجيد ودكتور مصطفى ودكتور احمد ودكتور دكتور احمد برضو بتاع التغذيه ودكتور ودكتور عبد الرحمن كل الدكاتره بصراحه مش عايز انسى اسمه والله بصراحه يعني كلهم بصراحه يعني محترمين وكلهم موجودين في اي وقت دكتور احمد جاب الله على المستوى الشخصي انا معايا في كذا حاجه يعني نعم ابني ياسر قبل كده كان اتكسر كانت رجله اتكسرت كلمته ما سابنيش لحظه وفي المستشفى وكل حاجه بصراحه كانت وحتى احنا ما فيش اي لعيب بيطلب منه اي حاجه الا يبقى جنبه فيها فيك ايه طب كذا طب حاضر ما معلك بالظبط اه هل الاهلي محظوظ بدكاتره طبعا طبعا يعني طبعا قبليه دكتور احمد ابو عبله بالظبط الناس المحترمه دكتور زمان خالد. كان دكتور مصطفى الشرقاوي دكتور خالد محمود من الناس المحترمه دكتور ايهاب عالي بالظبط الناس كلها دكتور بصراحة. مجدي عبد العزيز دكتور احمد عبد العزيز نفسه مسك رئيس اللجنه الطبيه بالظبط يا رب ما اكونش ناسي حد يعني انا والله انا الدكاتره المحترمين بالظبط انا قلت بس اشكره لان بصراحه الراجل معانا يعني. محترم مع اللعيبه كلها بصراحه انا بس هستاذنك اقول نتيجه الاستفتاء كلها من اولها لاخرها كان افضل جناحين زيزو وحسين الشحات افضل لاعب شاب ابراهيم عادل افضل مدير كوره كابتن خالد بيبو اسطوره التدريب كان مانويل جوزيه اسطوره انجاز العمر كان علي ابو جريشه جائزه ثابت البطل التقديريه للكابتن اكرامي افضل لاعب افريقي محمد صلاح افضل حكم امين عمر هداف الدوري اسامه ابو علي افضل هدف كان يوسف اوباما التشكيله كانت مصطفى شوبير محمد الشيبي حمزه المسلوسي محمد عبد المنعم علي معلول مروان عطيه مهند لاشين امام عاشور زيزو الشحات وسام ابو علي وعلى مستوى الحقيقه 2007 كان محمد هيثم عبد العظيم خد احسن لاعب في 2007 الموسم اللي فات بس حظه وحش يعني في ماتش الزمالك الاتصاب وسافر المانيا لعلاج الحمد لله طلعت صابونه وتردت وعلاج لمده 3 شهور ويرجع بالسلامه هو خد افضل لاعب مواليد 2007 وكان في محمد عبد الله مع عمر العزب لاعب ام بي انا سمعت اسامي كتير في منهم محمد عبد الله اللي هو معانا لعيب جميل لعيب جميل لعيب كويس جدا جدا يعني نتمنى التوفيق للجميع يا رب ان شاء الله معانا رساله جايه لك من الامارات شوف كده صاحبك صديقك نسبه الامارات برضه كابتن بندر الاحبابي النهارده فرحه وكان نفسه احضر بس طبعا مفيش فبقول له احبابي دايما مبروك يا بندر ودايما احباب تعالى بقى نشوف صديقك العزيز وهتقول له ايه يلا بينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه للكابتن حسين شحات شهادتي مجروحه فيه لاعب كبير لاعب حريف مكسب لاي نادي سعدنا جدا انه كان محترف عندنا في نادي العين وحقق معانا الدوري والكاس وكان أفضل لاعب وكذلك السنة اللي بعده كان من نجوم الفريق ووصلنا لثاني العالم وكان خسارة لنا خروجه من نادي العين كنا نتمنى يواصل معنا لكن دائما نتمنى للتوفيق ونادي ما راح من نادي كبير لنادي كبير كذلك الأهلي نادي الصراحة المبدع نادي البطولات حقق معاه إنجازات مع الأهلي وصراحة يعني من اللاعبين مؤثرين يعني في الأهلي حسين يستاهل كل خير وما شاء الله عليه يعني حقق معاهم يعني الأهداف اللي يرجوها الأهلي وماشي صح واتمنى له التوفيق ويتابع وان شاء الله نتمنى كذلك نشوفه في المنتخب عن قريب ان شاء الله تستاهل كل خير يا ابو احمد حياك الله اخوكم مهند العنزي لاعب نادي العين منتخب الامارات سابقا يلا مهند بعت لك تحيه مشكورا من هناك بنشكرك كابتن مهند وزملك واعتز جدا جدا بيك مهند العنزي مهند يعني اخويا وصاحبي وعلى تواصل دايما مع بعض نعم. وحتى ما بروح الامارات بصراحه بيكلمني وبيجي لي وبنتقابل على طول مع بعض مهند من الشخصيات الجميله والمحترمه والمؤدبه جدا واللي بيحب شغله جدا وما بيسيبش فرد وكان دايما بنصلي مع بعض فمهند من اللعيبه اللي انا بعزها جدا واللعيبه الرجاله وبشكره جدا على الرساله الجميله ديت وبتمنى له التوفيق في كل شيء ليه وفي اللي جاي ان شاء الله معاه وبحبك والله يا مهند وربنا يكرمك يا رب ان شاء الله حبيبي. طيب متشكرين يا كابتن مهند مره ثانيه عندي كتير من الاسئله بس الوقت بيجري مننا بس بعد شويه كده هتظهر صوره على الشاشه لازم احكي لكم
شويه بس تعالى ناخد صور كده صغيره لحسين الشحات. عندك استعداد؟ عندي استعداد. يلا بينا نشوف الصور، هتبقى مفاجآت للكابتن نينجا حسين الشحات. يلا بينا. طب خلينا هنا. انت جايب لي كومنت منعم، انا هكسرك يا منعم. بص منعم كنا عايزين نجيبه من الذين منعم. كنا نايم بقى يا كابتن. ربنا يكرمه يا رب. تعادلوا النهارده الحمد لله. صحيح ما لعبش بس تعادلوا ما شاء الله. يرجعوا بالسلام. واخدوا في دورات السلام دول يا حسين ولا ايه؟ منعم. في الخماسي يا منعم كلهم. بس اكيد انت بتفتخر بكل طبعا يا كابتن طبعا الجوائز الجميله دي طبعا طبعا ودي قيمه النادي الاهلي يا حسين. طبعا يا كابتن والله يعني مبسوط ان انا حققت دولت، وزعلان ان انا ما حققتش اكتر منهم. هتحقق اكتر ان شاء الله باذن الله. يعني محمد عبد المنعم كان بيعاكس حسين الشحات. لكن عندنا صور شخصيه للشحات موجوده يا شباب. ساعات جوه تلاقيهم ايه سكتوا. يلا ورينا الصور. يلا يلا احكي لي شويه. والله يا كابتن دولت كان يعني ناس محترمين وناس طيبين، وكانوا الناس نفسهم اللي انا اقابلهم يعني وكده عندنا من السلام. انت رحت لهم؟ كانوا كلموا محمد اخويا ومحمد قال لي وكده. محمد بالنسبه لك شيء كبير؟ طبعا 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 يعني محمد لدرجه الناس ساعات تلخبط بينكم، بس انت غيرت سرحت الشعر بقى وبتاع. ما هو تغيير شويه. خلاص ظبط لنا الدنيا الحمد لله. ربنا يجعلك جابر للخواطر والله دايما يا كابتن ياسين. ربنا يكرمك. دي ميزه يا جماعه المناطق الشعبيه. طبعا تعيش في منطقه شعبيه غيره. طبعا حاضر. ثواني مش ثانيه واحده، خليكم خدوا ثواني. احنا عندنا قلبان في السوشيال ميديا والاسئله يعني انا عايز احط قر اعترف لانها فقرتي الاخيره. فاستاذنك ناخد كمان شويه سوشيال ميديا بعد اذنك، شويه من الاسئله. الصور ولا السوشيال ميديا الاول؟ هاخد دي ودي. ماشي. لان عندنا شويه صور كويسه ناخد. يلا بقيه السوشيال ميديا. يلا بينا. هدى عبد الرحيم، تحياتي لحضراتكم منورين الدنيا كلها. وكابتن حسين الشحات لاعب رائع وكنا بنحبه، يا رب ان شاء الله نكسب كل البطولات. وعايز اساله لما كولر مش بيبدا بيك المباراه بتكون زعلان ولا عادي تلعب في اي وقت؟ والله بص، هو في الاول والاخر يعني دي بتبقى وجهه نظر المدرب. نعم. بس طبعا ما فيش لعيب، انا قلتها يا كابتن طلعت من شويه، ما فيش لعيب ما بقاش زعلان. لو انت زعلان اصلا ما تجيش النادي. من الاخر يا كابتن، لو انت مش زعلان، لو انت مش زعلان، لو انت مش زعلان وكده وان انت ما تجيش النادي، ما تجيش مره بقى خلاص عادي بقى. بالنسبه لك اقعد في البيت احسن لك وشوف حاجه ثانيه. لكن الزعل لكن في الزعل بيبقى في حدود. بس في الاخر ما ينفعش ابقى زعلان واروح لصاحبي مثلا وانا مكشر في وشه بتاع، اكيد صاحبي بيبقى زعلان. بس فاللي هو انت بتبقى زعلان في ساعتها بس خلاص، يعني تزعل شويه بعد كده خلاص. بس في اي وقت انت بتبقى جاهز ان انت تلعب. يعني اللي بعد محمد عادل، مساء الخير عليك كابتن شوبير وعلى نجم مصر والنادي الاهلي كابتن حسين الشحات. هو مش سؤال، هي كلمه شكر لكابتن حسين اللي ما بخلش بنقطه عرق واحده في الملعب. بس عايز اقول له انت عندك افضل من كده بكثير. عايزين نشوف النسخه اللي لعبت امام ريال مدريد مع العين. والله ده قدم ماتشات كتيره احلى 100 مره يعني طبعا. بس قول بس ثقه من الناس فيه. طبعا طبعا والله. نعم. يا كابتن انا ببقى مبسوط لما حد بيقول لي كده، لا احنا عايزينك اكتر واكتر. نعم. وحاجات زي الماتشات بتبقى معينه، يعني ماتش مدريد ده انت فكرتني بفرصه انا ما بحبش افتكرها. بتاعت راموس لما رقصته ورقصته الجون بعد كده راح رجع هو شالها. كلنا اتنططنا والله. والله يا كابتن يعني الحمد لله. بس في الاول والاخر والله يعني انت زي ما قلت، انا ما بحاول، انا ما بخلش بنقطه ده صحيح. فبحاول اعمل اللي عليا، وفي الاول والاخر التوفيق بتاع ربنا في الاول والاخر. نعم بالله. اللي بعد فرحة عمري عمري، الحمد لله على الصلح والصلح خير فوق بقى. عايزين مستوى الشحات بتاع المباراة التقيلة بالتوفيق بإذن الله. يعني الراجل مكسر الدنيا في كل الماتشات، بس هي الناس مستنيه دايما منك. طبعا طبعا يا كابتن، انا زي ما قلت لك كابتن انا مبسوط ان الناس دايما بتقول لا احنا عايزينك احسن واحسن واحسن. فدي انا حاجه بالنسبه لي انا بحبها، يعني لان الناس دايما بتبقى عندها ثقه في ربنا وثقه فيك. حلو. فدي بتبقى حاجه كبيره. فطبعا اللي يعني بعد ان شاء الله. احمد محمد عبد الرحمن، اول سؤال حسام، مش عارف قيمه لعبك، ما تزعلش كفايه انك عالمي في الاهلي، هيستدعيك قريب جدا ان شاء الله وافتكرني. لا تعليق او مش لا تعليق، انا في الاول والاخر انت قلت اهوت، انت بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير، انت بتلعب ماتشات كبيره قدام فرق كبيره وفرق تقيله جدا جدا جدا. فانت بتقدم كل مستوياتك وبتعمل كل اللي عليك. وزي ما قلت لك وامام قالها وانا هقولها، اي حد يتمنى يلعب في منتخب مصر. بس صحيح في الاول والاخر اختيارات وجهه نظر بالظبط يعني. نعم. اللي بعد بولس مرقص، مساء الخير الكبير الاعلاميين الرياضيين في مصر كابتن حسين الشحات، لو جالك في هذه الفتره عقد بمبالغ اكتر بكتير من الاهلي من نادي غني لكن لا يحقق بطولات، تفضله ولا تفضل الاهلي بتاريخه البطولات التي لا تنتهي؟
والله كابتن شوبير سألني في أول الكلام وجالي فعلا، بس أنا ما كان الأهلي والأهلي بالظبط بس، وكده كده وما ينفعش حسين يخرج إلا لما النادي الأهلي هو اللي يقول. نفسك تبطل في الأهلي يا حسين؟ أكيد طبعا يا كابتن. ونفسك تكمل مسيرتك في النادي الأهلي؟ شايف نفسك مدرب إعلامي إداري؟ شايف نفسك إيه؟ والله إن شاء الله يا كابتن إن شاء الله نفسي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله وأكتر يعني إن شاء الله نفسي أبقى مدرب. أنت كم سنة دلوقتي يا حسين؟ أنا 32. لا لسه قدامك إن شاء الله بإذن الله. نفسي طبعا ابقى مدرب ان شاء الله، بس مش دلوقتي يعني، بس طبعا هاخد فتره بريك كده بس اقعد مع ربنا يديك الصحه ان شاء الله كده ارجع بعدها ان شاء الله. اللي بعده رامي سعيد، اهلا كابتن شوبير، هات الكابتن حسين شحات، لو جالك عرض اوروبي او خليجي هتفكر رحيل على الاهلي؟ جاوب هو اكتر من مره عن هذا على هذا السؤال. اللي بعده ممدوح ابراهيم، والله نفسنا حسين شحات يرجع زي الاول ويركز اكتر من كده، لان اللي جاي اصعب وربنا يوفقه هو والفريق. انا يرجع زي الاول دي انا مستغرب لها، لانه الراجل مقدم اعلى المستويات يعني، لكن برضو جاوب. مش عارف اقول ايه والله، بس اكيد في الاول والاخر انا بعمل عليا وبجتهد صحيح، التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله. طيب هاني ادريس بعت لك تحيه من اليونان، وبرضو سؤال بنفس المعاني يعني، بس مش احسن من ده وبيشيد بيك يعني. ناخد اخر ثلاث اسئله. ايمن نور، احسن حاجه انك صلحت الشيبي بعيد عن اي تدخل خارجي، الحمد لله والصلاه خير طبعا، وكلنا اشدنا بده. اللي بعد كورولوس سيفين، كورولوس سيفين ماشي، حسين الشحات قدم مستويات كبيره مع الاهلي، مستواه غير ثابت، السؤال ليه حسين ما يبقاش على طول فورمه، ما يبقاش متذبذب الاداء؟ تسمعني اجاوب انا؟ اتفضل. لانه بصوا يا جماعه، ما فيش لعيب هيفضل طول الوقت كويس طول الوقت يعني، هيبقى كويس خمس ست ماتشات ممكن يقع ماتش او ماتشين او يقل ماتش او ماتش، مفيش حد طول الوقت بفورمه عاليه، لكن المجمل بتاع حسين بسم الله ما شاء الله، يمين شغال شمال شغال، هداف شغال، مؤثر جدا جدا. فانا بعتقد الحقيقه ان حسين بقاله فتره بيقدم فورمه عاليه، لكن هو بيحب الاسئله بتاعتكم دي، وشايف انه دايما بتدي له مسؤوليه اكتر. بالظبط طبعا يعني، بديني طبعا دفع صح يا كابتن والله، بديني دفع للامام اكتر يعني. تمام. اللي جاي اخر حاجه، اللي جاي عشان ناخد القرار واعترف، محمد محمود، محتاجينك تركز اكتر، عارفين واثقين فيك جدا، بص المهم لك واثقين فيك جدا، عارفين انك نجم كبير جدا، بحبك كابتن حسين، وده اللي هي ثقه الناس فيك دائما. الحمد لله. الحمد لله. تعال نروح لاقر واعترف بقى ايه وسهرناك قبل الصور ولا بعد الصور؟ مش هتجيب صور تاني؟ الصور فين يا جماعه؟ جاهزه ولا عشان عمال اروح كده واجي عشان يلا يلا اهي 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 اهي، هتحطوها هنا ولا هنا؟ هنا ولا هنا؟ فين؟ على الشمال فين؟ اهي. قول لي بقى يا عم هو انت مين فيهم؟ انت اللي ابزرق؟ لا انا التاني ده محمد. بتهزر؟ ده محمد ها؟ دي اسكندريه ها؟ دي دي المعموره ولا؟ لا سيدي بشر. سيدي بشر. سيدي بشر. كان ابويا الله يرحمه كان دايما بياخدني في الاجازه انا ومحمد، وكنا بنسافر كده والولد اتوفى وانت عندك كام سنه يا حسين؟ والله بص يا كابتن، يعني والدي علي توفى وانا عندي ما كملتش السنه. يعني ما كملش سنة. كان عندي 10 سنين. انت التاني برضه انت ما قلتلوش غير والدك طول الوقت. طبعا بابا ابويا، ما هو ابويا اللي كان وداني ديت، اللي هو ابويا توفى، اللي هو جوز امي. جوز والدتي. هو ابوك. انت اللي هو بقاله. بالظبط. شايفين تأثرك كان قد ايه؟ طبعا. يعني هو كان ونعم الرجال يعني. طبعا هو اللي كان يعني بعد فضل ربنا كان هو اللي علمني كوره، هو اللي كان لعبني. والله هو كان وداني النادي مدينه نصر، وكنت بتمرن معاه، وهو اللي كان بيعمل كل حاجه، وسبحان الله قبل ما يموت بأقل من شهر كان كلمني في ماتش سان داونز اللي احنا كنا خسرناه هناك في المجموعات، اللي احنا خسرنا فيه 5-3 باين او 5-2. فانا كنت مصاب فما لعبتش، فاتصل بيا فقال لي عامل ايه وبتاع، قلت له الحمد لله وبتاع، قال لي انت ما لعبتش ليه؟ لسه مصاب. فقلت له قال لي حظك وحش، انت النهارده كنت ممكن تلعب كده وربنا يكرمك وتجيب لك جونين ولا حاجه. فقلت له الحمد لله. فبعدها لعبنا ماتش القطن اللي كهربا جاب فيه الهاتريك، كنت انا طبعا لسه راجع، فنزلت في الاخر 10 دقايق وسبحان الله رجعنا، كان رمضان دخل وهو توفى 5 رمضان. ربنا يرحمه. الله يرحمه يا رب. وبعدها كان ماتش الهلال على طول بعدها بكام يوم، وانا ساعتها اصريت ان انا العب، حتى دخلت لمستر كولر وكابتن سيد وكابتن معاه، قلت لهم انا عايز العب اللي انا الماتش، فقال لي انت في يوم ما اتمرنتوش بتاع 3-0 بتاع 3-0 اللي انا جبت فيه جونين. فقلت له جونين وكهربا جول. فقلت له لا انا عايز العب عشان خاطر والدي وانا جاهز، حتى لو مش هبدا ما فيش مشكله. اجمل حاجات اللي فيك بر الحمد لله طبعا بوالدك وبامك وباخواتك. تحكي لي دي صورة البطولة الأخيرة. أنت ليك أخ ولا اتنين؟ لا أخ وأربعة بنات. ده ربنا يخليهم لك يا رب، ويخليك ليهم يعني. يا رب. الحاجة الجميلة البركة كلها. البركة كلها ربنا يخليها ليا ودايماً ودول الأولاد؟ وزوجتي طبعاً حبيبتي وأم عيالي ربنا يخليها ليا. ربنا يبارك لك فيها.
محمد اخويا طبعا كله عارف الدوري وده ابن اختي اللي هو البغل ده ده ابن اختي يعني اكبر منه باربع سنين هو بيقول لي يا خالي المفروض اقول له خالي جميل وده اخوه برضه نعم واللي بينهم اللي هو فوق دوت ابن محمد اخويا ودوت انس ابن محمد وعبده برضه لابس اسود وطبعا كاس افريقيا لا ده كاس اخر كاس العالم اخر كاس كاس القارات الثلاث بالظبط واحمد ابني اللي لابس ابيض اللي هو دوت واسر اللي جنب مراتي وتايم هو الاخير دوت الاخير ده ده المجموع بتاع التعديل ماشي يا عم تايم او دي رشيده طبعا المساعده ربنا يبارك لكم يا رب تساعدنا يا رب ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا عندنا سؤال ثاني يا جماعه ها تمام اقر واعترف يلا بينا ونقفل الليله يلا ونشكرك شكرا جزيلا يعني راجل عامل معانا كل الواجبات دي وفي الاخر اقر واعترف برضه ده انت دمك تقيل ربنا يستر كابتن حسين الشحات هتقر وتعترف اقر واعترف يا كابتن كابتن حسين الشحات تقر وتعترف انه ازمه محمد الشيبي هي اكبر خطا انت ندمت عليه في حياتك طبعا طبعا, طبعاً. يعني دي اكبر غلط انا غلطته في حياتي و اكيد طبعا لو اتعادت 100 مره استحاله اعمل كده واستحاله هيتكرر الموقف ده يعني وعدت على خير طبعا طبعا عدى على خير والحمد لله اللي عدى على خير وربنا يسامح الجميع ان شاء الله سؤال دمه تقيل شويه فاقر واعترف تقر تعترف انك خططت مع امام عاشور وطارق حامد ان انتوا تتمردوا على فيتوريا من خلال ادعاء الاصابه بعد مباراه جيبوتي دي قلبت عليكم الدنيا كابتن في حد كابتن هيتفق مع حد اللي هو ادعاء الاصابه عشان يمشي انت كنت مزرجن كنت متضايق خالص والله يا كابتن انا كنت اصلا مصاب قبلها وكان عندي شد وكنت احتياطي فعلا كنت احتياطي فعلا بس انا كان حتى الدكتور كان قبلها وكان عارف وكان قال لي فحتى واحنا بنعمل سبرنتات فانا حسيت بيها فطلعت بس اتفاجئت بقى اللي امام طلع وطارق طلع فكبرت لو الاخر دي وجهه نظره حتى انا ما اتكلمتش ما اعترضتش وخلاص قلت انا اسف على اللي حصل بس خلاص يعني لو الاخر دي وجهه نظر يعني تقر وتعترف انك فكرت في اعتزال اللاعب الدولي بصراحه طبعا بس تراجعت بسرعه يعني بتيجي اوقات يا كابتن اللي انت بتبقى صحيح اللي انت عايز تعتزل وفي نفس الوقت لا وفي نفس الوقت بتقول انت لسه ما لعبتش اصلا يعني حاجه دوليه بس في الاول والاخر انت في اوقات زي ما قلت لك بتبقى نصيب وعدم توفيق والحاجات دي كلها فاوقات بتيجي واوقات لا يعني وزي ما قلت لك هي 2018 بالنسبه لي كانت اكتر وقت احكي لك قصه اتفضل انا اسف يعني طبعا طبعا بجانا مدرب هولندي اسمه راوتر 94 مش عارف 95 كده يعني فالراجل لما جه كنت انا كابتن المنتخب فهو كان مساعد مدرب هولندا في كاس العالم 90 قال لي انا مش مصدق ده انت كنت مش عارف كاس العالم وانا كنت مبسوط بيك وانا مش مصدق ان انت بتلعب وكده وانا كنت زايد في الوزن شويه فقال لي انا عايزك تخس 5 كيلو قلت له اوكي فخسيت 7 كيلو اكتر فتخبط قال لي عشان تلعب لازم تخس 5 كيلو فخسيت 7 كيلو وفورمه بقى وكده فجه الراجل قال لي بص انا نادر السيد هيلعب المباراه الجايه كنا السودان في السودان قلت له جدا مفيش مشكله خلاص طالما اختيارك انا ما عنديش مشاكل وفعلا لعب نادر السيد يوميها وحتى يوميها كانت الدنيا انا قلت له نادر انزل بجزمه المطر هو ما رضاش ينزل بيها قلت له اسمع كلامي فالمهم اتزحلق مرتين في بدايه المباراه رحت جاري جايب له الجزمه وانا ربطتها له في الملعب حتى الجمهور السوداني كله استغرب والصحافه السودانيه كتبت بعدها يعني بس ده كان واجبي ناحيه زميلي يعني طبعا فبتعامل يعني زميلي يعني طبعا رجعنا وبتمرن بقى وحاله وبتاع فلقيت الراجل جايبني قال لي انت مش هتلعب خالص فقلت له ليه مش هلعب خالص؟ قال لي نادر هيلعب قلت له لا ما تقوليش كده قول لي منافسه ولاعب نادر بالظبط بس قول لي منافسه ما تقوليش انت ما فيش حاجه اسمها كده قال لي بص انا هدي لك نصيحه نعم. قال لي اعلن اعتزالك الدولي وانا هجيب لك منتخب هولندا هيلعب ماتش في اعتزالك الدولي عملت له زي كده بالظبط قلت له مش انت صاحب قرار اعتزالي انا صاحب قرار اعتزالي صح. انت قول لي انا مش عايزك في المنتخب قال انا مش عايزك في المنتخب قلت له شكرا جزيلا بس اعلن ده هو خاف قلت له اعلن ده بالظبط انت اللي تقول قال انت المهم اتخانقنا في النقطه دي رحت واخد شنطتي وماشي بعد 3 شهور هو مشي وانا رجعت كابتن منتخب وعملت من احلى المواسم ان شاء الله فصمم هتنجح ان شاء الله وهتكمل ان شاء الله ان شاء الله تقر وتعترف انك بتشعر بالحزن في بعض الاوقات على الفلوس اللي انت خسرتها عشان تلعب للاهلي خالص يا كابتن خالص انا كنت بعمل كده ما كنت مشيت بقى في اول السنه ورجعت تاني الفلوس
تقول تعترف انك ما بتقبلش اي قرار فني بجلوسك على مقاعد البدلاء؟ طبعا ازاي يا كابتن؟ مفيش لعيبه يا كابتن هيبقى اللي هو اللي حد يقول له فني، لا انت قعدت، لا دي في الاول والاخر دي وجهه نظر مدرب. فانت السؤال اللي جاي انا ما بحبوش، فانا مش عايز تجاوب عليه ما تجاوبش عليه. تقول تعترف ان كولر افضل من موسيماني؟ والله يا كابتن بص، هي دي في الاول والاخر هي كل مدرب وليه طريقه، وكل مدرب وليه حاجه معينه هو بيعملها، والاثنين مدربين كبار، وكل واحد يعني حقق بطولات مع النادي الاهلي يعني. جميل. تقر وتعترف ان المقارنه بينك وبين زيزو ظالمه ليك بالبطولات والارقام؟ اكيد طبعا يا كابتن، اكيد زيزو طبعا لعيب كبير ومحدش يقدر يقلل منه، بس اكيد طبعا يعني حقق بطولات قد كده مع النادي الاهلي فدي طبعا يعني. تقر وتعترف ان خساره السوبر الافريقي كانت بسبب الثقه الزياده من لعيبه الاهلي؟ لا انا جاوبت عليها، اللي هو احنا ما كناش موفقين وما كناش في يومنا خالص اليوم دوت، ولو الماتش ده اتعاد 100 مره اكيد مش هنطلع بنفس اللي احنا كنا فيه ده. مش هقول لك السؤال الاخير لانه قلناه كذا مره في الحلقه. الافضل افضل 3 اهداف تختار 5. والله بص يا كابتن، طيب يعني عندنا سيراميكا، الدحيل، الزمالك، الوداد، اتحاد جد. اقولهم لك تاني؟ لا انا خلاص عرفتهم. يلا. عرفتهم طبعا. هو الاتحاد اول واحد بصراحه. الاتحاد واحد، ان انا بحبه جدا. ماشي. هي في مفضله بقى بين الوداد زمالك، الزمالك والوداد، هي بصراحه. يلا. يعني ممكن تبقى الزمالك. الزمالك 2، الوداد 3، الدحيل وسيراميكا، الدحيل وسيراميكا، الدحيل 4، وسيراميكا 5. سيراميكا 5. كل اللي جوه بقى قالوا الوداد رقم 1. انا مش عايز عشان يحيى، عشان يحيى. يحيى على دماغي. عايز انا عايز ابعد يحيى اصلا من الموضوع عشان خاطر ما يزعلش. نورتنا يا كابتن حسين، شرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. اتمنى لك وللوالده يا رب، وللاسره يا رب، وللولاد، ولكل المحيط عائلتك، زوجتك الفاضله، ابنائك، اخواتك، والدتك، كل اصدقائك، كل التوفيق وكل النجاح يا رب. واستمتعت بالحوار معاك، بقالي كتير ما عملتش حوارات بالشكل ده. حبيبي يا كابتن، ففعلا كنت فرحان جدا بيك. انا مبسوط والله، سعيد جدا، وشرف ليا ان انا قاعد معاك. ربنا يخليكوا دايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.